البداية طبعاً أنا أرحبكم كلكم في محلكم وبين أخوانكم وخواتكم، والحقيقة شرفني أن يكون عندي نخبة من الشباب وشابات يعني بحجم قدراتكم وبحجم يعني جهودكم تكونوا متواجدين معاي في هذه المناسبة، اللي الحقيقة أول مرة يعني نبتكر نوع من هالأنواع المناسبات هذه الغير تقليدية. وأقول غير تقليدية لأن تثبت لي أن تلفوناتكم أهم من هالكاميرات اللي حوالينا. فالتواصل الاجتماعي والتواصل معاكم والتواصل مع الناس والتوضيح كثير من التساؤلات ومن الأمور باتت يعني مهمة بالنسبة لنا، وهذا الإنجاز حرام أن هذا الإنجاز يروح بدون ما أنه يعني يرسخ في البال ويستفيد من الكل، وأنا أستفيد منه أيضا للمستقبل، ويتم توضيح أمور كثيرة، لأن فعلا هذه مثل ما ذكرت أنا في البداية كان حلم ثم تحقق ولله الحمد، مو باسمي ولا باسم مملكة البحرين، باسم الوطن العربي بشكل كامل، لأن أنا كنت يعني الوحيد اللي رفع علم عربي في بطولة العالم، أوصل لأول مرة هالبطولة العالم، ولله الحمد أحقق الفوز في بطولة العالم. فأنتوا طبعا في طبيعة الحال يعني في طبيعة عملكم لكم متابعينكم لكم تساؤلاتكم، وأنتوا أيضا بنفسكم لكم تساؤلات كثيرة، لأن احنا دخلنا رياضة جديدة علينا كلنا، وهذه الرياضة رياضة غير تقليدية، فيها تحمل وفيها إجراءات كثيرة مو موجودة في طابعنا احنا في منطقتنا. يعني احنا معروفين بالرياضة الشعبية كرة القدم، نعرف ان 2-1 يعني هذا فوز، 1-1 يعني تعادل، كرة اليد والسلة والطائرة والرياضات الأخرى هي الجماعية والفردية كلها واضحة. ندخل في رياضة الرجل الحديدي اللي انا دخلت فيها من فترة، هي كانت الحقيقة هذا الريال هو السبب اللي دخلني في الرياضة، هو سبب يدخلني في المشاكل اللي انا اسميها، واحاول عقب اطلع منها وتصير عندنا يعني بعض المغامرات سوا. فاحنا يعني دائما عند بيني وبين اخوي خالد محمد هني مغامرات، وندخل في تحديات ونحاول نجتاز هذه التحديات على كل الظروف، يعني مهما كانت التحديات، الا ان كانت الايرون مان واحده من هالتحديات اللي ايش رايك عندنا لستة احنا نعطيها عليها تشيك، دائما نحاول نخلص بعض الامور اللي شوي فيها مغامرة وفيها تحديات، هذه كانت جزء من الليستة تبعنا. فقلت له والله هذه فكرة طيبة، ما أدري إذا هي كانت غلطة ولا صايبة، لكن توكلنا على الله. فيوم قلنا نتوكل على الله، عقب قمنا نسأل إنزين شنو هي هذه الرياضة، شنو لازم نسوي وشنو لازم يعني نقوم بها. أتذكر أول يوم قالوا هي الرياضة شرحوا لنا إياها، طالعنا قلنا يعني نقدر نسوي هالشيء، لكن تدري على قدر هالعزم تأتي العزائم، والله وعزمنا عليها وتدربنا لها 6 شهور، بس 6 شهور ما عندنا أي خبرة ولا عندنا أي، إحنا عندنا باكراوند رياضي طبعا في الرياضة في الجري والخدمة العسكرية وغيره والدورات العسكرية، يعني شوي قوتنا، والعفار اللي أنا تعفر وياه من حين صغار لما كبرنا شوي على الأقل عطانا كور، تعرف سامي الكور شوي قوي صار من هالعفار هذا، فعندنا يعني شوي نشاط، لكن ما كان عندنا نشاط بالمستوى المنافس، يعني عندنا نشاط نلعب كورة نركض وإلى آخره، لكن ما عندنا القوة اللي إحنا نقدر نفوز رياضة مثل هالنوع هذا. لكن رحنا كتحدي، وإن إحنا يوم من الأيام أقدر أرفع يدي أقول نعم أنا خلصت آيرون مان حق عيالي وحق عيالي أو حق الربع، أو يعني على الأقل نقول لهم احنا خلصنا ونبهر شوي السالفة، يعني أوه صاروا بس المهم ماخذينا كتحدي وك يعني مغامرة. رحنا والله وفق واجتزت الخط، وانتظرت خالد وطاف الخط خالد، وأتذكر يعني تلاوينا على الخط، لأن عقب 6 شهور من تعب وشغل وطيحات ما نعرف للسيكل أنا وخالد، أذكر نركب الصوب نطيح الصوب، يعني كانت شوي مغامرة يعني بداية نقول يعني الله يعين، بس يلا توكلنا على الله. وصلت طالعته وطالعني قلت له بس، قال لي بس،
مستحيل رد نسويه مرة ثانية. قال مستحيل. قلت والله كفو عليك، يلا نمشي نروح البيت، لا رياضة ولا خرابيط ولا هل الأمور هذه. مو أعوذ بالله، شنو 10 ساعات و 12 ساعة رياضة والقلب فوق والجهد وإلى آخر، يعني ساعة يلا يلا، نص ساعة الواحد يتثقلها. خلاص نكنسل، قال نكنسل. قلت سوينا التحدي، نحط التشيك، قال نحط التشيك، يلا نفكر في شيء ثاني نمشي. اليوم الثاني أصبحنا الصبح، أنا وخالد نمشي طبعا، الله يرويكم المشي. اليوم الثاني اجتمعنا على الفطور، وتطالعنا طالعني خالد طالعته، ولا تعرفون شعور نشوة، أنت تعرف سامي يعني عندنا أبطال موجودين ويانا، تعرفون نشوة الفوز اليوم الثاني، الواحد يحس بالنشوة هذه، يعني الواحد ينسى كل التعب اللي حوله، يعني إذا وصل الهدف اللي يبغيه ينسى كل اللي صار كل التعب، فوده مرة ثانية يبتدي يصير. وأنا ترى قريت مرة كتاب، الكلمة الرئيسية اللي فيه يقول إذا حصلت نتائج يتحول لإدمان. من تحصل نتائج يبتدي عاد الأمر يصير إدمان، وهو الإدمان على الفوز وإدمان على الإنجاز ورفع العلم، وهذا الأهم. فصادتنا نشوة هالإنجاز، وأول مرة أنه يعني أحس بهالعبور الخط هذا، يعني كان يعني لي العالم كله. فطلعت خالد قلنا نقدر مرة ثانية بعد، شو رايك؟ قال والله مرة ثانية. قلت بس المرة أبي أسويها أسرع شوي، أحس أن عندي طاقة أني أقدر أسويها أسرع. خالد قال أنا بروح أستانس، أنت كيفك روح تنافس وياهم تطاحن وياهم، أنا بكون وياك داعم وماخذ أموري على سعة، وعنده مجموعة من الربع مستانسين، وأنا يعني ماخذ مطاف ثاني اللي كنت أتحدى نفسي شوي فيه، أن أبي أنجز وأبي أفوز، يعني ما ماخذه كفن ولا يعني كتسلية، ماخذه كتحدي. قلت زين شنو الحين الهدف الأعلى في هذه الرياضة؟ قالوا الهدف الأعلى هي كونا اللي هي في هاواي، بطولة العالم. فشرحوا لي عن بطولة العالم، شنو بطولة العالم؟ قالوا لي هذه هاواي كل سنة تقام فيها بطولة العالم للمسافة الكاملة. طبعا المسافة مو بسهلة، المسافة ككل 3.8 كيلو سباحة، وثم سيكل 180 كيلو، ثم جري 42 كيلو. ففي ناس يروحون حق ماراثون 42 كيلو، هذه بس بحد ذاته يعني إنجاز بحد ذاته. أنا يعني يطقني الماراثون في آخر اليوم. فقلت إنزين شلون أقدر أتأهل إلى بطولة العالم؟ قالوا لازم تصف من الأوائل، تفوز أو تحصل الثلاث الأوائل عقب التأهل. كان زين يعني ما حد يتأهل؟ قالوا صعب. قلت أنا بحاول أتأهل. ف بديت أتمرن ودخلت أول سباق وما الله وفق، جيت من مراكز متأخرة. فإدارة الآيرمان ما بغوا بعد يكسرون شوي فيني وفي يعني طموحي واندفاعي، وتكلمت أنا وقلت لهم إن أنا بايكم إن شاء الله في كونة هالسنة وكذا، شافوا مستواي قالوا لا مستحيل يوصلنا. فهما بعد ما بغوا يردوني، فأرسلوا لي دعوة مفتوحة، دعوة إلى حضور كونا في فئة المشاهير، في فئة يسوونها يدعون مشاهير، منها أسامي كثيرة جاتهم لأن يبون إكسبوجر أكثر، يبون مصورين، يبون متابعين هذا المشهور من المعروفين والمشاهير يحضرون ويخلص، يحاول يخلص السباق. ما أدري إذا في أي مشهور من المشاهير اللي دعوهم خلصوا السباق، لأن ما يجون جادين وما عندهم وقت يتمرنون وإلى آخره، وهذه تتطلب ساعات تدريب. فجاتني الدعوة الحقيقة أول مرة، نفسيا داخليا قبلت، قلت زين يا ترى السهلة بنروح على الأقل راح تكونه. اليوم الثاني والله رفضت الدعوة هذه، ناديت الشخص اللي أرسل لي الدعوة، قلت له والله مشكور على الدعوة هذه، بس الظاهر أنا بايك متأهل ما بايك مدعو. قال لي صعب. قلت له ما علي أنا صابر وياك، أنت موجود؟ قال أنا موجود. قلت بس أنا بعد موجود، ما راح إن شاء الله أرتاح إلي ما أيك إن شاء الله هالجزيرة هذه، ونتلاقى هناك وبنشوف. فبديت أتلاقى معه في كل سباق، وهو رئيس شركة الآيرمان يعني مو بأي شخص عادي. فكنت أتلاقى وياه في السباقات، وكل مرة يشوفني بده 3000 مشارك يقول لي موفق إن شاء الله قبل السباق، وعقب السباق ما توفق يقول لي إن شاء الله المرة الجاية. بس هذه مو مرة مرتين، هذه 4 سنوات
4 سنوات على نفس الحالة. يعني توصل مرحلة و4 سنوات مو يعني بعيد عن الناس، 4 سنوات أنا دائما كرسي واحد من التأهيل، يعني يا سادس يا خامس يا رابع يا سادس يا فارتفع المستوى مرة واحدة، بس مو بقادر أوصل منصة التتويج، منصة صعبة، فتصيبني كل العوائق أن قدرت أنافس، قدرت أصير أسرع، قدرت أصير أفضل وأصير أقوى وإلى آخره، بس مو بقادر أوصل منصة التتويج. منصة التتويج صعبة، مو بأي واحد بيصعد منصة التتويج. شو أسوي؟ قال بس تدريب زود، ويبيلك مايلج، يبيلك وقت، ويبيلك وقت، بس وقت لي متى يا جماعة؟ ترى أنا وعدت الجماعة، وعدت رئيس الشركة، وعدت ربعي، وقلت حق الناس، بعض الناس غيروا وراحوا في رياضات ثانية، وناس ووضع الدنيا تغير، وإحنا للحين نحاول. فخالد قال والله اعذرني صراحة، لي متى وأنا وياك نكدح ليل نهار؟ إذا تعذرني أنا بروح بسوي شيء ثاني، أنا وياك نعرف مغامرات ودنيا. قلت شنو المغامرة الثانية تبي تسويها؟ قالها والله تعرفني أبدش الكيج، أبد مصارعة. قلت له مصارعة مصارعة، أنت الله يوفقك إن شاء الله أنا بواصل هني. وغلطت غلطة عمري، رحت مرة دخلت وياه قلت له شنو يعني المصارعة؟ وكسرت الضلع كريهة. الله لا يرويكم. أنا قلت يعني أتذكر صغير، قلت بشيله فوق مثل الأول انتطارح أنا وياه، وشلته بس طيحت عليه كسر الضلعي، فخلاني شهرين أتمرن بدون يعني تمرين جاد، كسرت الضلع كريهة، ما الواحد ما يقدر يعني يتجبس عشانها ولا شيء، والنسم يصير صعب وإلى آخره. فهذه بعد شوي تأخرت فيها، بس يعني غلطة تعلمت أن خالد مو خالد الأول اللي أنا أعرفه. فالمهم دخلت أجواء المنافسة، بس مو بالمنافسة اللي أنا أبغي، يعني أنا دائما توب لكنه مو بأول. قلت يا جماعة الواحد شلون يوصل كونه؟ قالوا يوصل لازم تفوز أو تي 3 الأوائل. قلت صعبة يا جماعة، 3000 واحد مشارك وياي، 3000 وين أتملص منهم؟ وين أطلع منه هذيلة؟ قالوا لي أنت تبي هذه واصل. فالأخوان تمرنت. فهذه هني في تساؤلات كثيرة عن أنت شو تسوي، أنت شلون تمرن، أنت كم ساعة تمرن في اليوم؟ أسئلة وايد تمر في بال الواحد، شو تسوي أنت عشان تأهل؟ فأنا ناديت لي واحد من المحترفين اللي تبع فريقنا بحرين إنديورنس 13 اللي احنا أسسناه، وهذا اليوم هو أكبر وأفضل فريق في الآيرمان. الحين كل سنة احنا الحمد لله من أسسنا الفريق نفوز بطولة العالم، سواء كان في فئة النساء أو الرجال على المحترفين، هذه لأجانب احنا نوظفهم في الفريق ويلعبون باسم الفريق. أهم شيء كلمة البحرين وعلم البحرين يطوف خط النهاية الأول، هو لأنه مو منتخبات وطنية، هي نفس الشركات. فقلت له أنا شو أسوي؟ أنت الحين بروفيشنال، وللعلم أنا مو بداش في فئة المحترفين، أنا داش في فئة الهواة، وهذه ميزة الآيرن مان. الآيرن مان فيها ميزة إن يخلونا إحنا نشارك المحترفين، يعني في نفس اليوم، في نفس الروت، في نفس البطولة، في نفس الشيء إحنا وياهم. المحترف شنو المحترف؟ يأكل ويشرب وينام ويتمرن ويستلم راتبه من هالبطولة هذه، حياته كلها مكرسة، ويعني وضع خط حياته ونومه وجلسته وسنته كلها مثل هالريال اللي انتو تشوفون، بس لهذه الرياضة فقط. فقلت حق الريال هذا اللي معاي والمدرب اللي دربني، قلت له ايش رايكم احنا شوي نضغط على التمرين ونكسر الحواجز؟ وانا مستعد اليوم ابند، وباشر ابند، وعقب باشر ابند، واللي عقبه ابند الين ما اوصل الهدف اللي ابيه، بس اهم شيء الوعد ما يروح. فمدربي قال عيل تحمل، قلت له لا انت تحمل برنامجي، لان انا ما بعطيك اللي تبي في تمرينك. فكنت الحقيقه اتمرن اقل من باقي الناس، فهذه بعد شيء سلبي علي، ما خلاني اتمرن بالشكل الصحيح والصوره الصحيحه. لكن اقتنعت في نهايه الامر ان العقل اقوى من اي شيء ثاني، يعني اذا انا مقتنع قناعه تامه ان انا بوصل وبحقق وبسوي الهدف بوصل، بس ذاك الوقت انا كان بس الوصول يلا والسلامه،
نبي نوصل بس بعدين نفكر بالفوز. ف احنا بيوصل هالجزيرة هذه، ابي اتأهل، ابي اوصل بوديوم، ابي افوز، ابي اي شيء. فلله الحمد التمرين كان وايد قوي، ما ابي اشرح لكم شلون تمرنت لان يعني التمرين كان شبه عادي، بس في ايام ما كانت عادية. شو ما كانت عادية؟ يعني عندي شباب هني ورا موجودين شافوني في كل حالاتي. ركضت في طيارة. شو ركضت طيارة؟ ركضت في طيارة، تمرنت سيكل في طيارة. وانا رايح امريكا وانا رايح بريطانيا جري اليوم ما في، ولا عندي سيكل، تحط السيكل على التربو ترينر تمرن. يعني اصعد الدرى اذا كانت بعد يعني جنبه طبغين ولا شيء، اصعد الدرى ينزل. عرفت؟ لا سامي حقيقة. والربع كانوا يستغربون يصورون هذا، قلت يا جماعة لا تنشرون لان من يصدق، ولا بعد تفضحون انتوا يعني تقول بالواحد يتمرن رايح يراكض وياي في طيارة، يعني بعد ترى العقل يعني اكيد في شيء الريال. بس كان نوع من التحدي. كانت التمارين في اماكن مو طبيعية، يعني في اماكن ما كانت حتى ملائمة لتمرين. كنت اروح يعني اماكن مثلا في البر نقنص، والمكان يعني مثلا اماكن خطره ولا اماكن يعني مو يعني اماكن الواحد يقدر يتدرب فيها، لكن التمرين كان جزء اول واخير. ما في اعذار، ما في عذر والله ما عندي وقت ولا ما عندي وقت ولا مشغول. فاحنا حطينا الاشغال اولويه، عملنا في اولويه، وبعدين التمرين وين ما هي. مرات انت تمرن اخر الليل، مرات اول النهار. فانا هذه المشكله الوحيده اللي واجهتها، اني ما تمرن مثل المحترف، عندي اوقات معينه، فيوم كل يوم مختلف، كل يوم شيء. بس انا احاول اوفق بين التمارين. فوصلنا مرحله اللي الحمد لله قدرت يعني على الاقل شوي اوصل مرحله معقوله. جربت والله الحمد أول تجربة، طبعاً 4 سنوات من فشل. العام كانت أول بريك ثرو اللي سويت يوم غيرت التمرين وبديت أعد يعني أجتهد أزيد، وخلاص مقتنع تقنعة تامة أن هذه السنة سنة الذهب، لازم يابها يا لا، ما يصير أخلي أعلن وأخلي عدائينا وأخلي رياضينا وبطالنا يروحون وأنا أكون وراهم، أو أنه ما أقدر أوصل الهدف وأقولهم لا أنتوا أوصلوا الهدف ولا توصلونه. فأنا أعلنت، تعرفون من متى؟ من زمان أمام جلالة الملك، والحمد لله أوفينا بهذا الوعد. فالله وفق وفزت في بطولة الشرق الأوسط اللي هي كانت في البحرين. هذا كان لقب يعني، فالناس كلهم يأين حق اللقب والله الحمد فزت فيه. فهذه كانت أول فوزة لي اللي فعلا عطتني الـ يعني الثقة إن اللي غلبتهم مو يعني مو أوادم مخلوقات فضائية، هذه الأوادم نفسي وأنا نفسهم، وأقدر عليهم يقدرون علي. فعرفت أن تمريني وصل لي لمرحلة ممتازة، وتغذيتي تغيرت وخلاص الجدية صارت شوي تختلف، فصار الأمر جدي أكثر. حتى يعني أيام قبل لا أسبح في البرشة أقعد ربع ساعة وأنا واقف على طرف البرشة أطالع الماء، يعني ليش أنا أسوي الرياضة وليش يا ابني الله يعين، يعني ليش ما اخترت رياضة ثانية وليش وأنا ما أحب السباحة. فهذا الوقت هذا يعني أكون دائما أنا أتأسف على روحي فيه، ولا جيت عند السيكل نفس الشيء، ما ارجع عقب 3 ساعات، انا ايش حادني والربع مساح سوالفهم زينه وانا وبرنامج زين طلع مساح في التلفزيون، اطلع تمرين ارجع القى تلفوني متغير العالم كله، تصريحات وفيديوهات وما ادري شو ومسجات. فيعني شل الحياه اذا بجري مو باقل من 15 20 كيلو، واذا بطلع سيكل باقل من 2 3 ساعات، اعوذ بالله. بس وعد وعد، خلنا نوصل وبعدين يصير خير. فكان يعني أمر صعب الحقيقة. وأنا أقول لكم صعب لأن ليش اخترت هذه الرياضة؟ بكل بساطة، أنا وخالد ربينا عند الخيل وربينا على رياضة الخيل، وأنتوا عارفين أن رياضة الخيل رياضة نعتز بها، تراث وقيم ومبادئ ورياضة أجدادنا وإلى آخره. بس في نهاية الأمر ليش؟ لأن عندي حصان أحسن من حصانك باختصار، او والله حصانك شالك مو بانت شلته
بالمعنى ترى كلام الفرسان يختلف. الفارس 70% على الحصان، 30% على الحصان، بس الناس تشوف لا الحصان شالك. لو أعطي فارس ما يعرف يركب حصان ممتاز ما بيقدر عليه، لأن طريقة خيالته وطريقة جلوسه وإلى التفاصيل دقيقة ما تؤدي الفارس للوصول. بس شلون أقعد أمشي وأشرح حق كل واحد والله العظيم أنا أتدرب والله أنا تعبت، ما ينفع. فأنا لهذا الكلام ما كان يأثر فيني، لكن مرة أتذكر أول مرة أسمع كلام من هالنوع، ما كان في كومنتات، ما كان في سوشيال ميديا، سمعت على طرف أذني أنا أي أكيد شوخ أكيد بيفوزونهم أكيد وأكيد، تعال أنا 10 ساعات على ظهر حصان وين شوخ في هذي؟ عرفت يعني شرح لي بالضبط شون شيخ 10 ساعات على حصان؟ قال لا لا بعد عندك أكيد حصان أحسن من حصاني، وانت شاري حصان وين وانت؟ ها بدأت أعذار وايد تطلع في هالمجال، في رياضة أنا الحقيقة أعتز بها ولحد الآن هي رياضتي الأولى، بس ما تنصف الشخص نفسه بحكم المفاهيم. فقلت عيل أنا لازم ألقى لي شيء ينصفني ويصفني بين الناس وما يكون في عذر، ما يكون في عذر. إذا أخطأت أنا أخطأت، ما تعذر بحصان، ما تعذر بفلان ولا بحكم فلاني ولا ما أدري منه، وإذا ربحت أنا ربحت، وإذا كان في شك تفضل يمي شقل تردمل بركض يمك واللي يوقف آخر واحد. فأقول لكم الله وفقني، فزت في البحرين، عرفت أني أنا عندي قدرة الفوز، بس ما اكتفيت، رحت إلى تكساس. هذه كانت التجربة الأخيرة لي أن يابها يا لا، وكانت بطولة أمريكا الشمالية. بطولة أمريكا الشمالية من يفوز فيها إلا يعني منافسة شرسة وقوية، بس عديت لأعداد قوي. ونفس الشيء بعد تمارين هني وهناك وسفرات مع جلالة الملك والتزامات وارتباطات وشغل وإلى آخره وبيت وأهل وعيال وسفرات وتمرين، صعب الواحد يلقى وقت، لكن والله الحمد الله موفق أن أنا دائما دخل تمريني دخل تمريني، أضعف الإيمان نص تمرين هني، أضعف الإيمان هناك نص تمرين هناك، قط التسخين قط الكول داون دش في الكورسي، يعني هذه الأشياء كنت أسويها غلط بس لازم أتمرن. لكن 90% منها كانت عزيمة وصرار. المهم والله الحمد الله وفقني وفزت في بطولة شمال أمريكا اللي في تكساس اللي هي شهر 4. هذه أعطتني الدافع فعلا اللي خلاني بإسكات واثق أني بفوز بطولة العالم، لأن اللي يفوز بطولة شمال أمريكا، وأنا هالكلام هذا الوحيد يمكن قلته حق خالد وقلته حق جلالة الملك، قلت أبشركم اللي يفوز بطولة أمريكا بفوز بطولة العالم. رحت هناك والله الحمد فزت في بطولة تكساس، بس سكت. ولكن من تكساس إلينا اليوم 6 شهور مر علينا، من شهر 4 إلى شهر 10 6 شهور. 6 شهور ما ارتحت، ما طلعت أوف سيزن، ما سابقت، ما طلعت عن جو تمرين وشغل. في نفس الوقت كانت عندنا سفرات والتزامات وغيرها، بس كنت أنا حاط في بالي 13/10. فوصلت أنا الهواي عقب ما تأهلت لها في تكساس، والله الحمد 10 أيام عشت حياة المحترف، لا شغل لا مشغلة، تمرين وأكل ورقاد، تمرين وأكل ورقاد وربيت. بس يعني لازم بعد متابعة هني وهناك، بس الربع بعد فيهم الخير واصلوا الشغل، قلت أنا خلوني أعطوني إجازة نفسية بس 10 أيام، خلوني أركز على هالبطولة 10 أيام بيصير مثل حياة المحترف. رحنا هناك والله الحمد شفتوا النتيجة اللي حصلت، ونتيجة والله الحقيقة لحد الآن أنا مو مصدقها، لأن مو بنا مو مصدقها مو مستوعبها. أنا كل مرة أحلم ما بصير بطل عالم، ما بيصير بطل عالم، شنو بطل عالم؟ أنت حين نفسك تفكر لو أنا بطل عالم شو أسوي؟ حبها بفهق عليكم كلكم، ما قاعد وياكم، كل ما يطلع لي أصرف وياكم. هذه أفكار واحد يفكر فيها، بعدين يوم يفوز بطل عالم سبحان الله ما يستوعبها، ما يدري شو يسوي، ما يعرف شو يقول، ما يعرف شلون يتصرف. إلا الردي هو اللي تغير، اللي يكبر راسه ويشوف روحه يعني يحط له عقب عاد، يعني تبي تكلمني كلم فلان أول عقب، يعني هذيل الناس أعوذ بالله منهم، إن شاء الله نتخلص منهم كلهم، هذيل ما نبي أحد يكبر راسه ولا أحد يعني يرتفع، لأن
هذا بالعكس، إذا الواحد طلع بالطريقة ينزل بطريقة أسوأ. إحنا نجيبها هالبطولة ذي عشان نشجع الباقيين ونرفع علم بلدنا، ويعني نفرح بهالإنجاز لبلدنا، ما أفرح لي أنا. أنا لو 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 الجائزة وياي كان حطيتها قدامكم، مو بعندي أنا، حطيتها جلالة الملك، حطيتها البحرين، مو بعندي، ما بعلقها في مجلس وما بحط الميدالية قدام الناس وأنا وأنا، مو بعندي، مو بقدامي، ما أقدر أعطيكم إياها، ما أقدر أرويكم الجائزة لأن هديتها البحرين. خلاص هذا شيء انطوى وأنا أفكر في الأمام، بس في أشياء لازم تخلد التاريخ، في أشياء لازم تبقى درس وعبرة للباقين، في أشياء لازم نتوضح للباقين. فعندي دروس مثل ما قلت لكم، كنت أوضح لكم ما في شيء مستحيل، رقم واحد. رقم اثنين، أنا مو بمحترف وصفيت ويا جماعة شبه محترفين، مو مع المحترفين، مع شبه محترفين ومع ناس حياتهم يعني مكرسة لهالشيء. فدخلت أنا الرياضة هذه فيها نزاهة، يعني فيها إنصاف لي أنا شخصيا بالمجهود اللي أنا بقدمه، لأن لو شنه كان لا يمكن واحد بهالاسم بهالمنصب هذا يؤدي اداء، لانه ما بيشيلك شيء هناك، ما حد بيمد يد مساعده، ما حد بيقول لك تفضل، وما حد يعرفك الا بالانجاز ولا بالاثبات ولا بالاصرار. وهذا كان اكبر دليل، وانتم شفتوا تابعتوا هالسنوات ذي، فشل في فشل في فشل، ما كان فشل، كان زين، يعني كنت دائما سته الاوائل، بس بالنسبه لي فشل، لان ما وصلت الهدف اللي ابي. الحمد لله يوم وصلت الهدف اللي ابي تغيرت، انا ما ابي السلامه الحين، ابي الفوز، وفزت بطولة العالم. بس بعد انكسر هذا الانصاف، انكسر هذا الانصاف، وانا يعني متابع للتواصل الاجتماعي ومتابع لكلام الناس المحبين، وهذا ترى سر كبير الدافع اللي لي انا بالذات، يوم اسمع كلام المحبين والمشجعين والناس اللي تشكر انها تعلمت، الناس اللي يعني انا دائما اقول اتمنى بس افيد، اتمنى ان الشيء سويته يفيد، لا يمكن اسوي شيء ما يفيد، لا يمكن اسوي شيء ما منه فايده. لو بغيت اسوي شيء ما منه فايده براجع نفسي ألف مره، لان انا عندي ربع حاطهم ماخذ عليهم تعهد، انا ما تجاملوني، ربع علي موجودين يكلموني يوميا اذا انا خطيت في شيء ولا نزليت في شيء او اذا سويت شيء ما له داعي، يقولوا لي الحقيقة، وأنا الصراحة أنا ما عندي غيرها. فئات اليوم فلات ريس، هل فلات ريس في الخيل سبع أشواط مثلا، شوطين نفس المسافة، حصان عمره أبو سنتين وحصان أبو خمس سنوات، يقولك والله أنا جيت الأول، لا أنت لحظة، أنت على مجموع السباقات أنت السابع، لأن تشوف الأوقات، لا يا جماعة مو بجديد الدنيا، مو بجديد الرياضة، رياضتنا إحنا ميزتنا خلط، يخلطونا كلنا إحنا الهواة، 3000 مشارك هد، بس علينا إحنا نسوي الماث، احنا نطالع او هذا رقمه وياي، هذا رقمه بوياي، او هذا اشوه مو في فئتي، هذا في اطف علي هذا في فئتي، من جد يحطون علينا تاتوز ارقام عشان نعرف بعض، مو عشان الكاميرات، وعشان نعرف بعض، لطف علي اطالع رقمه، يبتدي من كم، اوكي انا فئتي من هالرقم لهالرقم، احط بالي وباله. فالمركز الثاني اللي وراي كان ورا، وصار بيني وبينه 7 دقائق في الجري، الكيلو 30 اختفى عني، لان كنت اشوف انا في اليوتيرن، وكل ما شفته تبسمت، أصير الحين يعني مرتاح، ومن راح ارتخينا من التعب. فكل واحد يلعب في نفسية الثاني، بس أنا عرفته وعرفني وقعدنا نطالع بعض. فالكيلو 30 عرفت أنه مشى الريال، لأن آخر يوتيرن شفته بعيد، دريت أنه مشى. فالحين باقي 12 كيلو على خط النهاية، خط النهاية باقي 4 نقاط ماي للفنش، فأفضل شيء الواحد يلعبها سيف، يمشي في نقاط الماي ويريح ويرجع مرة ثانية يجري. فأنا خدت عقب نفسيا، إنزين لازم أمشي هالنقطة وأركض للنقطة الثانية، وأمشي هالنقطة، والمشي كله 10 ثواني عشان الواحد يسترجع طاقته ويشرب ماء أزيد ويبرد على روحه ويأخذ الإلكترولايت والدنيا ذي كلها، وعقب يكمل مرة ثانية. لأن أنا صادني مرة في سلوفاكيا كرامب مرة واحدة ووقفت، أنا خفت يرجع لي هذا الشيء، أول انسحاب في حياتي انسحب وما أنسى، فخفت يصيدني هالشيء وأخسر الوعد وأخسر الضغط اللي أنا حطيت روحي فيه. وحلفوا علي الربع اني ما نزل الوعد اللي وعدته يوم قبل البطوله، ونزلت قصيده ان اوعد في جلاله الملك، لان الوضع اللي مر في جلاله الملك والمحاتاه اللي حاتيها اضطريت اني اكتب شيء وانزله عشان احط روحي في امر الواقع، ما اعطي روحي خط رجعه او مخرج ان لا ترى الثاني بعد زين على العالم، او الثالث بعد زين، لا الاول
خلاص واعلنتها في قصيده، والربع كانوا يترجوني والله والله، احلفوا احلفوا عاد صوموا انتوا 3 ايام انا بنزل. فنزلت القصيده هذه معلن فيها ان برجع البحرين بطل العالم. فهذا بعد فعلا خلاني انه يعني ادفع للامام. بس اللي بينزل تشكيك في والله ايش صار، ولا يمكن في ناس ما تفهم او قرت ايش صاير الحين بالضبط. اللي صاير ان كل واحد في فئته يتقدم على فئته ويفوز ولله الحمد، وانا على فئتي هذه تمكنت. حرب وياهم 4 سنين ما قدرت اوصلهم، يوميتهم هني غلبتهم. والوقت كان صعب، نترك بطولة العالم، اي واحد شكك في القوة ولا في اللياقة احنا مستعدين. اذا واحد سوى نفس الوقت انت زين اذا مستعدين تسوي واحد يسوي مثل، اذا انت مستعد تسوي نفس الوقت هذه انا ادي لك 10 تحيات في اليوم زين. بس ترى الوقت مو بسهل، يعني مو بسهل الوقت هذا، فمو باي واحد بيقدر. يعني ما اقول لك انا مو باي واحد، انا تمرنت له، انا ذبحت روحي عشان هالوقت هذا. والله اقول لك انا كاره روحي، يعني مو ترى انا كاره روحي وانا اسوي شيء، لان الحلفه اللي حلفته والوعد اللي حلفته اوفيت به، لان قدره الانسان هي اكبر قدره في الحياه. الناس ما يصدقونها، الناس ما يصدقونها. انا وصلت مرحله اللي ما كنت ابي اصدق هالاشياء دي، لكن فعلا تصير، فعلا اذا بغيت شيء يصير مهما كان هالشيء هذا، بتقاتل عشانه، وين ما وصلت له بتخلف عيال بتخلف ناس حولك يوصلونك الهدف هذا. ما في عذر. فأنا شرحت لكم يعني الحرب اللي أنا خضتها عشان أوصل هذا الهدف. ما أبي إن هذا الهدف يوصل جاهز حق واحد، أو خاصة من الشباب والشابات الصغار يشوفون صار بطل عالم، أو عندنا والله شيء سهل. لا، لازم يعرفون شو اللي صار قبل، لازم تكون واضحة في أذهان الناس أن ترى ما في شيء سهل، ما في شيء يوصل بسهل. مهما كان الشخص، مهما كان الواحد، مهما كان وده، مهما بغى، ما في شيء سهل، ولا يتوقع الشيء سهل. وإحنا الحمد لله يعني في 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 بلادكم البحرين، يعني أبكم أنتوا قدرنا نوصل. يعني ما البحرين ما مرت في أيام سهلة طول عمرها. البحرين طول عمرها كانت مطمع لأشرارها، بحرين طول عمرها كانت هدف، مكانتها الاستراتيجية، مكانتها الدولية، بخبرتها، بعراقتها، بثقافتها، بشعبها، أكيد مطمع. أما إذا ديرتنا ما حد يبيها، ما لنا عدو طمعان فيها، لا حول الله ولا قوة إلا فيها ديرتنا، إيش في اللي ما يبونها؟ لا، خلهم يبونها الناس، وخلها تصد عنهم كلهم وتبقى لنا إحنا. هذه أكبر هدف. بعدين أنا دائما أقول لكم أؤمن في البحرين، أؤمن في البحرين، يؤمن في البحرين، يؤمن في الرياضي البحريني، يؤمن في البحرينية. يأدون، والله يأدون، والله العظيم يأدون، شبابنا يأدون، شبابنا أفضل شباب والله العظيم. وهذا أنا بحريني وأديت لكم، فمعناته ما في فرق، في بحرينيين وايد أدوا، في شباب وشابات وايد أدوا، والله أن فيهم رجاء وفيهم خير، والبحرين بخير بها. ما عندنا عذر ثاني أبدا. البحرين بخير اليوم، وصلت سواء كانت أفضل ظروفها ولا أسوأ ظروفها بكم أنتم، بشبابه وشابات. هذه يعني المختصر المفيد. ما يطلع لنا واحد فيلسوف يقول لا استراتيجيتنا قالت كذا ولا قوتنا سوت كذا، أبدا. الله حافظ البحرين فبهلها وهما سرها. فهذا الدافع، والله أن هذا الدافع. أنا اليوم شو اللي يخليني أفرح؟ شو اللي يخليه إن ما أتمسك بهالجائزة اللي أنا كنت بيها 4 سنين؟ شو اللي يخليها مو بجدامي أمامكم الآن؟ لأن أعطيتها البحرين. ما في شيء يبقى للشخص، ما في شيء يبقى بروحه. أنا ما بغيت أستانس بروحي وأخلي هالإنجاز ويبقى عندي أنا وسر بيني وبين نفسي، وما أعلم بالتمرين وما أعلم كذا. أنا أطمح اليوم أطلع ناس، أوصل ناس عني، أبيهم يشيلون عني الراية. والله تبغى صدق يفكوني شيء من هالعفسة اللي أنا فيها. على الأقل يوصلوني يفكوني من هال من هال من هالركضة. فهل هي نهاية مطاف أو ما نهاية مطاف؟ سلامتكم، هي بداية، ذي بداية المطاف لتشجيع الشباب والشابات اللي مثلكم، طموحين، اللي عندهم مواهب، اللي عندهم قدرة بالتواصل مع الناس وتوصيل الأمور وتوضيح الصورة،
وتكونون خير سفراء لديرتكم، وانتم الحقيقة خير سفراء لديرتكم، خير من يمثل ديرتهم، خير من نفتخر به. لأن أنا واحد منكم وفيكم دائما أقول إذا اجتمعنا ويا الرياضيين أقول الفوز أنا عارف معناته، والله إني عارف معنات الفوز. الواحد اللي يقول أنا فزت ويت أنا أحترمه، أنا والله إني أصافحه باحترام لأن أعرف شو اللي مر فيه. هل عارف الميدالية دي مو بأي لبسة ميدالية، أعرف شو سوى، أعرف شنو ضحى، ضحى بأشياء وايد. هيني واحد طرطور عزكم الله يقول لا مو أنت بطل عالم، ولا لا يشكك فينا زاهة معينة أو شيء، أنا مستعد اليوم أثبت حق أي شخص. والله أنا أقرأ أقول الله يصلحهم، أسمعها أقرأها، أقرأ كلام من يعني ناس ما تبغي الخير لبلادنا يقولون أن هذه نزاهة. فمستعد اليوم أنا أعلنها أمامكم، اللي يبي الميدان يحميدان، هذا المثل عندنا، وإحنا شباب ميدانيين نواجه الحق بالحق، وما نرضى بالظلم، وما نرضى ننزل نزاهة أي شخص، لا أنا ولا غيري أبدا. نحط الواحد وإذا يابها بيمنا وبذراعا نقول لك كفو عليك، وإذا حسين أن الموضوع فيه لف ودوران رويناها العين الحمراء، وإذا واحد نزل من قيمة بحريني وبحرينية رويناها العين الحمراء، لأن هذا واجبنا احنا. أبدا ما نرضى بحقكم يؤخذ، ولا نرضى بحق البحرين يؤخذ، ولا نرضى بجائزة البحرين اللي يبناها ذي، ميدالية البحرين اللي يبناها واحد يشك فيها يقول البحرين تسوي عمل ما ولا مرتبة أمورها ولا شيء. والله لو أرتب أموري كلها هناك إن ما ينفعني سوى الله سبحانه ولا غيره، والله ما حد يقدر ينزل ويدزك 9 ساعات. زين تعرف ليش وقفت؟ أنت قلت لي وقفت 3 مرات في السباحة، تعرف ليش وقفت؟ اي هو صادنا طق وطقينا بعد، بس صادني تغلصات في ريلي بداية المطاف في السباحة، انا خايف من الجري، اقول انا صادني تغلصات وانا وراي سباحة وراي جري وراي سيكل قبلها. انا والله كلمت الملك قلت ترى بوصل يعني ان شاء الله في 9 ساعات ونص الى 9 ساعات و40، هال10 دقائق انتظر اتصالي. اي والله والحمد لله جدمنا، وكان الملك يعني تابعني أول بأول، يعني أول ما كلمتك قلت اسمحنا سهرناك، أول كلمة سامحة طول العمر، ما كان له داعي، لكن يعني أنا أدري أن الملك قاعد يطالعني في الكاميرا، والله أن ما في بالي أي شيء ثاني إلا أن مسكين اللي بيحاول يتنافس، لأن أنا مستعد اليوم أروح، هم ما حد مستعد اليوم كان يعني يروح ذاك اليوم، أنا ذاك اليوم مستعد باللي تأخذ يعني قوتي إن يا بها يا لا. حتى والله إني طلعت مرة واحد من ربعي قبل الانطلاقة قلت أخي شوفوا يو هذه للناس، أنت تظن في واحد منهم مستعد اليوم ينتهي اليوم؟ قال والله فيهم كم واحد أشوف عروج ريلها. قلت لا 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 ما عليك منه، ما عليك منه، مستعد هو قلبه قلب قوي ولا لا. نفس واحد مشهور راكان بن حثلين يوم كان مسجون في تركيا أيام العهد العثماني، هو شجاع من شجعان الأبطال، طالع السجان التركي، واحد من سجان تركي كبروا الباب، قال والله يا ليت بس الله يعطيني جسمك ويخلي قلبي فيه. أبي قلبي أنا، أبي جسمك وسأبي قلبي فيه. القلب هو والطاقة والقوة أتي ترى من الشخص نفسه، ما تي من أي شيء ثاني. شيء جميل يا أبو حمد، إن من بديت من قائد الرجل الأول في الرياضة هو اللي يدعمنا وهو أول واحد يكون في التحديات وفي الإنجازات. هذه كلها بسبة الملك الله طول عمره. عمري ذاك الوقت 8-9 سنين، من أي أبوك من عنده مسباح، أي يعني أطلبه، خالد كان يبوك أنا كنت أطلبه. فأنا كنت أخذ من عنده مسباح، أشوف العصا شلون علي اليوم الضغط، أنا ساكن علي الضغط، هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أطق فيه ترى، شيء ثاني ما أقدر. أي نعم، فيبي يشب الضغط حبة. لا وين مسباحك أنت؟ فأي من عند الملك ها؟ أكيد 100%.
أبوق من عند الملك مسباح ولا أستانس على أغراض اللي عنده وهذا. فذاك اليوم درني بأخذ هالمسباح، حطه قدامي المسباح وحط صبعه بالمسباح في الطاولة ويا بصبعه من وراء المسباح ودزه كذي، تعرف منو علي تجمعت الفصوص اللي فيه تجمعت كذي. قال لي شوف هذا يوم الريال ورا الناس شو يصير، وشوف الحين الريال قدام الناس شو يصير، يو أول فص وسحبه مش المسباح مثل الصراط، استغفر الله صراط المستقيم مثل العصا مش سيده. قال هذا شوف الريال قدام الناس شلون يسحبهم، هذه شلون يقود. اما تقول انك انت بتكون ورا الناس وسو روح وحط، يوم احنا دخلنا في تحرير اليمن هذا 5 متر من الموت، اللي يمينه انقصت ريله واللي يساره مصاب ليومكم في شظايا، خالد حيا لانه من الله، حظ يا من الله وما هو بيومه. هذا الواقع نتكلم، ما نقول يوم رحنا برجان رحنا امامهم ومعاهم وبايتين وياهم. خالد عطوه بنكر تحت الارض، رفض وراح ويا افراده اللي استشهدوا. فاذا الواحد يتعلم القيم ويتعلم مبادئ ويقراها في كتاب ويعرفها في راسه، الصعب في تطبيقها. كل انسان يعرف القيم، ما في انسان ما يعرف القيم، ما في انسان ما يعرف القيادة، ما في إنسان ما يعرف شنو رفع معنوية الناس وكذا، بس تعال عند تطبيقها، تعال عند أمورها، يعرف الولاية، يعرف المحبة، بس ما يعرف شنو معناتها، ما يعرف شنو يطبقها. مرات يجرح قيادته، مرات يجرح عائلته بكبرها، يجرح ناس هو ما يحس بهالشيء هذا. إحنا يوم نقول ولاء ونقول قيادة ونقول هذه للدولة، هي مو بأي كلام، هي مو بكل من اليوم عنده منصة إعلامية صار وكالة أنباء ولا صار جهاز استخبارات، هذا ما هو بصحيح. ولا إحنا نلزم الواحد قول أنت تحب القيادة أنت فقط، ما نلزم هالشيء. هذه الحمد لله جاية من الله، لأن قيادتنا اليوم ما تقدر تشتري هذه المحبة، المحبة والوقفة والقوة والصلابة ياتنا وجربناها، والبحرين مجربة. بحرين ما هي بديرة نزاهة ولا هي بديرة رخاء، بحرين ديرة شدة، ورجالها ونساءها مروا في عصور وأوقات. عندنا شيء بيقول أنتم الحين تكلمون عن هذه، الله يرحمه الشيخ عبد الله بن خالد كبير عائلتنا اللي توفى، قال إحنا مرينا في المجاعة يوميات البحرين، شو تتكلمون عنها أنتم؟ مرت البحرين في مجاعة إحنا ما كنا ندريبه، مرت في حرب العالمية، البحرين ضربت من الحرب العالمية، رموها رموا الريفاينري لأنه يصدر البترول. بحرين مرت في أمور وايد الناس ما تدريبه، الرخاء والشدة هذه لن احنا عايشين هذه ولازم نعيشها، لأن هذه موجات ويايتنا موجة ولازم نستعد لها، وبتينا موجة ثانية وبنستعد لها، وعيالنا مستعدون حق موجاتهم وحربهم ومشاكلهم. فالقصد هو أن الثبات نحو الهدف والثبات في الطلب الطلب المستحيل، هذا ما يشكك فيه أي واحد إذا كان الإنسان 100% حاط. أما يجلس يحط ريال على ريل ويقول أنتوا الحمد لله الكلام مو موجه لكم، لأن أنتوا يعني صاعدين إن شاء الله ويانا في هذه المسيرة، ويوكم دائما التكرر ودائما نشوفكم، لأن النادرين على اسمهم نادرين، لو ان كل واحد زين كان ولا كل واحد ينجز كان ما قدرنا احنا يعني نشوف المنافسة. مثل السباق، لو كل من زين وكل من تدرب فاز كان ما في مركز ثاني، كان كلهم دشوا المركز الاول. فاحنا والله الحمد يعني الله مبارك لنا في هذه البلد بانجازاتها، بقل امكانياتها، بشبابها، بشاباتها، عندهم حرية، عندهم صوت، عندهم أمل، عندهم قيادة تفهم، عندهم رجال، عندهم نساء، عندهم ناس تقاتل عشانهم داخل وخارج البحرين، عندهم اقتصاد ولله الحمد ينمو، عندهم ديرة تنبني، كل ما نروح ما شاء الله نشوف عمار ديرتنا في تقدم. ما يحس بهالواحد إلا راح شوي، لا تغرب لا راح ديرة ثانية ولا راح خاصة من هالديار اللي يسمونها العالم الثالث، لا رجع البحرين وشاف ديرته وشاف مكانه وشاف الشراحة قال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. السر كله ترى في قيادتنا،
السر كله في قيادتنا اللي هم الدولة هذه حطوا سياسة الدولة تدفع الضريبة للمواطن. احنا ندفع، الدولة هذه هي تدفع الضريبة لنا احنا يا المواطنين، مو بالمواطن يدفع الضريبة للدولة. وإذا حان الوقت اليوم نساعد الدولة، نساعد الدولة باللي نقدر عليه بحلنا وحلالنا. أنا أتكلمكم كبحريني، أتكلمكم كمواطن واحد منكم وفيكم، لأن أنا مرات يقولون لي يعني مرات يقولون يعني في أشياء تخبر بالسياسيين والدبلوماسيين ما يجرؤون يقولون كلام. أنا ما أتردد في الكلام، ما أتردد في الصراحة، الغلط غلط والصح صح، يعني الحق حق والظلم ما نرضى به. فإذا كان في رسالة، إذا كان في شيء، لازم تصب في مصلحة البلد، لا يجرح الواحد البلد، لا يجرح الواحد في إنجاز هذا البلد، لا يجرح الواحد في تقدم هذا البلد. وإذا كنا ما نوصل، ما في بلد كامل، بنوصل لأن العجلة ماشية، في ناس عيلين وفي ناس باردين وفي ناس ما يفهم وفي ناس لا طلب شيء ما عرف شنو هو يعني ساعات سلبياته. فمرينا في تجارب كثيرة، لكن البحرين بإنجازاتها قدرنا الحمد لله نحقق يعني كل مستحيل على كل الأصعدة دي. يعني أنا بهالمناسبة دي يعني فعلا حبيت أكلمكم عن شيء ترى بيرسخ مدى العمر في بالي، وراح يرسخ مدى العمر في بال أي شخص يبي يوصل بيوصل. وأتمنى أن هذا الإنجاز يوصل شباب وشاباتنا إلى الهدف اللي يبونه، لأن أقول لهم، لأن أنا اللي بديت اليوم كله أقول لكم كان مستحيل 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 وصار. فما في أمل أن شخص يحصل مهمة مستحيلة أو مستحيلة أقصد وما ينجزها. تبي لها قوة جبارة وإرادة جبارة، لأن عقل الإنسان هو أقوى شيء في الدنيا معروف، والإنسان ما يشقل ولا حتى يمكن 5% من عقله، هذا العبقري يمكن يوصل 6-7% من عقله. ففي أكسس اليوم الواحد يقدر يدخل ويزيد ويشوف قوته وما يصدق قوة الإنسان. يعني مرات الواحد يوصل مرحلة اللي ما يصدق أنه سوى هالشيء، لأن القوة، قوة الإرادة والقلب والشجاعة والإرادة هي 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 الأساس. بس ما أدري أحد عنده أي سؤال، أي استفسار، أي شيء، ولا وضحت أشياء؟ والله تفضل. إيش؟ لا ما نسيت الصراحة، لأنك الأمانة جاوبت على سؤالي وبوضوح وبتفصيل. 2017 في بطولة الرجل الحديدي اللي أقيمت في البحرين وتحديدا في بحرين بي، كان في تغطية إعلامية جميلة لهذه البطولة وتغطية أيضا من الجانب الرياضي. أنا للأمانة الصراحة كان في خاطري أن أنا ما حصل لهذا الشيء، أن أنا أجري معاك لقاء تلفزيوني له 10 minutes. كان في بالي سؤال واحد وتحت السؤال في عدة أسئلة. اليوم إحنا في 2017 بطولة الرجل الحديدي في البحرين، وقاعدين نشوف سمو الشيخ ناصر بن حمد مع الشباب ومع الأبطال. كان خاطري أسألك 2018 ش عندنا؟ للأمانة لما قعدت من النوم وشفت السوشيال ميديا وشفت فوزك، قلت يعني كأن السؤال اللي في بالي لقيت إجابته. إحنا خلاص يعني تقريبا خلص شهر 10، باقي شهرين وندخل 2019. سمو الشيخ ناصر 2019 إيش راح تفاجئنا فيه؟ الله يستر. الله أنا خايف. أنا خايف من لأن الحين يمكن أمر في مرحلة بطالة، مرحلة ما أعرف شو بسوي الحقيقة. جاهز واليوم خالد خذ علي تعهد يبي أكد علي، كان عندي في المكتب اليوم في الدوام، وقال لي أكيد على كلمتك بتريح، لأن أنا ما أبي أريح بس روحي، أبي أريح ربعي اللي حولي، أبي أريح عائلتي وعيالي، أبي أريح وقتي شوي أكرسة لهم. فأنا بأخذ بريك بسيط يعني ما يزيد عن سنة من المشاركات. يعني والله أنت حطيتيني في مجال أنه يمكن أكذب، فما أدري الحقيقة، ما أدري، ما أوعد، أنا ما أوعد زين، ما بس يمكن أني أخذ بريك مدة سنة، بس أكيد بحافظ على لياقتي، أكيد بحافظ على الصحة، وهذه لأن هذه خلاص نمط حياة، بس ما راح أعيش الحياة اللي أنا عشتها 6 شهور والـ4 سنين ذي اللي طافت ذي، ما راح أعيش نفس الحياة اللي
لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. لا أنا هالمرة أبي أتمرن لأن أبي أتمرن، مو بمغصوب، أبي أتمرن لأن بكيفي، لأن مستانس. لا مو بخلاص، لا يعني عطوني سنة، يعني إن شاء الله سنة، إن شاء الله سنة، إن شاء الله سنة. هذا واحد من واحد من الناس اللي ترى يعني مرفوع عن القلم عندي ترى. ف أكيد هو صاص. أي والله هو ترى يعني بعد. فيها كل الرياضات، بالنسبة حق الأندية فيها كل الرياضات، هل بنشوف آيرون مان ضمن الدعم أو ضمن البطولات اللي بتصير لهم مثلا متخصصة حق الناشئين والفئات العمرية؟ أي نعم، احنا أنا كان عندي هدفين وتذكر خالد قلت يا أنا هدف الأول أني أفوز بطولة العالم، الهدف الثاني أني يطوفني بحريني في هالرياضة هذه عشان أسلم الرايد، ما راح أخلي يطوفني بسهولة، ما راح أخلي، بس انطافني بجدارة بحريني وسلم الراية بقول لك كفو عليك، قود قود الناس. فهذه ما راح أخليها تكون سهلة، بس أبيها تصير عشان يفكني، بس أنا ما راح لا لا خطر، لا بعدين بعدين بعدين. نقطة واحدة عن اللي بيسألك عنها اللي هي في تخصصي، عن يعني أنا أم يوغا ثيرابيست، تخصصي في اليوغا، فبيسألك شلون تتعامل مع الضغوط والإجهاد، لأن من اللي قلت أنت قاعد تحكي وأنا قاعد أخذ ديب بريدنج، يعني أقول ما شاء الله يعني التنشن وكل شيء، يعني أنت يعني لو بدون هالتنشن عادي تدش بروفيشنال، عادي تنجز في البروفيشنال ترى، لأن على اللي قلت أنه وسط مكالمات وذي يعني ما في تركيز كامل، ما في يعني يعني اللي عطيته أنت ممكن تقدر تعطي عليه 3 أو 4 مرات أكثر لو كان عندك يعني. فشلون تتعامل مع الضغوط والإجهاد؟ يعني أنا كيوغا ثيرابيست المفروض صح. أتخيل أنه يعطونكم تمارين خاصة حق التعامل مع الضغوط وذي عشان هاي. والله تبين الصج ابتسم، هذه الابتسامة يا اني اتعوذ من الابليس يا اني فعلا ابتسم. ف يعني ما يدر ما يعطونكم يعني تكنيكس او اشي وذي يعني مو بارت من التمرين؟ لا ما في ما في ما في لازم يعني الرياضيين ضروري. خلاص ان شاء الله نتعلم من اليوغا ان شاء الله. ان شاء الله من عيوني الله يسلمك. بس حاضرين الله يسلمك. الحمد لله عليك. شكرا. الحمد لله. شاعرنا محمد، تبي الاستفسار ولا شعر؟ لا استفسار تكفى. اكيد تكفى. اي والله ما يعني لان حضر الماء بطل التيمم فنبي استفسار. انا في شيئين بقولهم، شيء منرفزني وشيء اتمناه. اللي منرفزني وقت اللي في السباحه يعني احس مراجع في بعض يعني. أيوة. وايد يعني اقول طيب يعني طيب. يعني الشهر هذا شلون قاعد يسبح الحين؟ يعني شلون الواحد قاعد يعني احس ريل واحد في راس الثاني والطق الثاني مثل الحين كذي بالضبط يعني واخر شوي نفس الشيء شفت. فهذه الشيء. والشيء الثاني يعني اتمنى مثل ما ابو حمد قال ووعد واوفى في الرياضه، اتمنى ان هذا الشيء ابو حمد يتطبق على كل المجالات في البحرين، في السياسه، في الامور الاجتماعيه، في الرياضه، في كل مسؤول، نائب، وزير، مدير، أصغر لما يقول يوفي. يعني ما نبي تصير ثقافة البحريني إنه كلام جرايد، كلام مسؤولين. لا، مثل ما أبو حمد قال وأوفى، نبي إحنا هذا الشيء يتطبق على كل المسؤولين. فإن شاء الله تكون مثال حق الجميع. والله أنا مثل ما قلت لك أي شيء أسويه دائما أتمنى من الله إنه يفيد ويستفيد منه الآخر. يعني على الشيء اللي منرفزك طق ترى ما انطق، انا طق بعد ترى مو قليل شر ترى. صرت تسحب شوي. اي لا لازم لا كوع شوي وهذه لازم يعني الدفاشه شوي. شلون شفتوا اطلع منهم واللي سيكر كل ما طوفه رطب. اي والله يخفف كل ما طوفه رطب. اي والله. لا عقب دويناه عقب دوينا تو الناس كان. اي نعم. بس يعني ال الاحتكاك ترى مو بكل من يقبل به زين، مو بسالفة الطق، هي الاحتكاك. أنا أطلع أمام ناس ترى في ناس كثير ما يتقبلون التحدي. أنا أقبل الفوز بالضبط مثل ما أنا أقبل الخسارة والعكس صحيح، أتقبل الاثنين. إذا فزت أقول ليش فزت، وإذا خسرت أقول ليش خسرت. أنا ربيت على هالشيء هذا، ربيت على الفوز والخسارة،
من يوم عمري 10 سنين 11 سنة وأنا سابق على الخيل، وعرفنا شنو معنات الفوز والخسارة. أنا في فريق الجري كنت دائما في المدرسة، وكنت ماسك يعني أرقام مدة تقريبا 4-5 سنوات في المدرسة في بتستغرب الرمح، ما أعرف ليش، لا تسأل ليش، والجري. فكنت يعني دائما في المنافسة، ودائما كنت في التحدي، ودائما أحب أدخل وأتحدى، وكل شيء أخذ تحدي وكل شيء أخذ منافسة. فإذا كانت هذه الروح داخلك أنت وما تستسلم وتنطق ويطقونك وطق بعد خلك شراني مثلهم، بتحصل القوة ما تيك، الباور وطلب القوة اللي انت بيها ما تيك، أنت تروح تأخذها القوة هذه، أنت أخذها بقوة ولا بطيب ولا غصب ولا اللي يكون، أنت تروح تأخذ الاسم والجاه هذا ما يجيك. ما في إنسان يجلس مكانه ويه الخير، ما في. واللي علمنا عليه الملك الله يطول عمره أن أنت لا تعتمد أن أنت ولدي ولا أنت ولد فلان، اشتغل وبيك الخير. فهذا اللي مخلينا ما نقعد، هذا اللي مخلينا شغل ليل نهار ومعطينا مسؤولية، وإحنا إن شاء الله نتمنى نحن قدها بإذن الله. تفضل دكتور. أول شيء نبارك لنفسنا. الله يبارك فيك. يعني فرح كبحريني وفرح وتقدير كمختص. أنت طويل العمر تكلمت عن جانبين إحنا المتخصصين في علم النفس نعيها جدا في عقلية البطل. صح. اللي هي الانضباط التكتيكي والصلابة الذهنية. إحنا نقول في المحك 10% بدني 90% ذهني. مضبوط. ولا يوجد بطل بالصدفة. أنت تكلمت عن 4 سنوات تخطيط، تكلمت عن كم من الساعات الكبيرة والتضحيات اللي توصل أن اسم البحرين يعدي هذه المرحلة، وإن شاء الله للأمام. شيخ، من يشكك الأرقام ما تكذب والوقائع موجودة، بس كل إنسان يشوف اللي بيشوفه. احنا نرى القائد، نرى رمز لهذا الشباب، الحمد لله. نرى رئيسنا بطل، الحمد لله. ونا البحرين امام. فاعتقد ان احنا الدروس وكم عمق الدروس المستفاده طويل العمر من هذه المشاركه والسنوات اللي راحت، اعتقد يعني يجب ان يتم توثيقها كمنهجيه في بناء عقلية البطل. أعتقد شيخ يجب أن لا تمر، مع رأي المتواضع، يجب أن لا تمر، لأن المتخصص يعي شيخ شنو معنات الإحساس بالهزيمة الذهنية الداخلية وأنا قاعد أسابق، شنو الإصرار اللي داخلي، الكونسيستنت، كل هذه الأمور اللي ما تدرس في كتب، موجودة في الكتب ولكن المرور فيها. فأنا يعني شيخ تحية لنفسنا لك. الله يطول عمرك. بالإنجاز. إذا كنت بوثق. إذا كنت بوثق أبشر إن شاء الله بوثق. وأنت تكلمني عنوان الكتاب بطل العالم في أسهل يوم. هذا فعلًا ترى أسهل يوم كان ذاك اليوم بالنسبة لي. لأن الصعوبة في الأيام الإعدادية. في التحضير. أنا جاي جاهز وأنت تعرفين الغي. أنا جاي مرتاح مفرق 10 أيام لا شغل ولا مشغلة. ومرتاح وماكل ومستانس وتدرب ولا عندي ضغوط نفسية ولا عندي ضغوط، ياي ما عندي عذر، ياي أنا جاهز يعني متليق ومجهز روحي حق هاليوم. الأيام اللي قبل أعوذ بالله لا تشوف حالتي، يعني أصبر وأصمد وأطلع احتفالات وأطلع مناسبات وأروح وأرجع وأداوم وكذا، لكني تعبان تعبان. فحص الدم يقول لك أنت تعبان، أنا أسوي فحص دم تعبان، أرقامي تعبانة، بس كنت أضغط على روحي وكنت أتعب يومياً إلي ما وصلت. أسهل يوم كان بالنسبة لي اللي صرت فيه بطل عالم. فهذه بحد ذاتها ذي فلسفة لازم إحنا نتكلم فيها بإذن الله. أولاً أبارك لك على هاي الإنجاز التاريخي اللي بيتخلد في تاريخ البحرين. ثانياً أنت رمز للرياضة البحرينية اللي دائماً علمتنا أن أنت خلت هاي الإنجاز ونخليه ورانا دائماً. كل الرياضيين هاي الإنجاز خلوا وران ورانا واحنا بنروح للامام، يعني نفكر بانجاز تاريخي ثاني، احنا ننطر هاي الانجاز. صح. في مسيرتك الرياضيه والاعداد لهاي البطوله ذكرت الاستشفاء
الرياضي وذكرت الراحة. الفرق بين الرياضي المفرغ والرياضي المفرغ. صح. احنا كقيادات رياضية ناشدكم بتفرغ رياضيين. صح. يعني في ممكن في الحكومة في الدوائر الحكومية رياضيين بيتفرغون بسهولة، بس في القطاع الخاص ما يتفرغون. صح. ممكن نشوف تراجع بعد مستويات الرياضة البحرينية المحلية بهذا الشيء. صح. احنا والله الحمد عندكم أكبر مثال يمك هني سامي، كعنده هوية كأول محترف رياضي في المملكة البحرية. وهذه تذكرون أعلنت فيها في الملتقى اللي بداية السنة، ما أدري متى هشام، كانت بداية السنة دي يوم أعلننا عنه إن شاء الله القمة السنة الشهر الجاي في شهر نوفمبر. فإن شاء الله نوفمبر إن شاء الله في أمور وايد بتطلع واضحة. بس إحنا خسارة راحت علينا. لا 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 ما 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 يفوت الفوت، ما يفوت الفوت إن شاء الله. والله الحمد لله ما يتفجرون، ما كان شيء بالحين. أشوف. أتذكر طول العمر ركضت معاي مع مع طول العمر أبو فيصل بعد في اليوم الأولمبي، وكنت تجري معاي بعدين ما شاء الله رحتوا عني. والله. في 2009 في اليوم الأولمبي. أي والله الحمد لله أذكر أذكر في استاد الوطني هنا عقب ركض. بس كمجال المحترفين أنا أطلب هذا الشيء من زمان، والله الحمد ترى وصلنا إلى هذا التواصل مع التجارة ومع العمل ومع وزارة الشباب، مع تحديد تعال أنت شلون أنت محترف، ترى هذه بتصير حياتك، هذه مدخولك، وهذه كذا، أخذ هذه الهوية يضمن ضمان الاجتماعي ويضمن ضمانات كلها والصحي وإلى آخره والتقاعد، ومن كل الأمور ذي كلها قاعدين نصبها في هذه الهوية. واليوم أول مثال عندنا سامي، إحنا بغينا نطلع بطاقة رقم واحد، وهي مو بس بطاقة واحدة، هي الآن بتطلع إن شاء الله كلها، بس انتظرونا إن شاء الله في نوفمبر عندنا قمة شبابية نعلن فيها كل استراتيجياتنا ومستقبلنا إن شاء الله، وين راح إحنا نوصل مع شباب وشابات مملكة البحرين بإذن الله. بالعمر أول شيء أحب باسمي، باسم الإمارات، باسم الخليج، باسم الوطن العربي مبارك لك هذا الانتصار، أقدر أقول مو بس البحرينيين الفخورين فيك، أكيد إحنا كلنا كوطن عربي فخورين بهذا الإنجاز، أن شخص عربي وسمو شيخ عنده هذا الطموح الرياضي وصل للقمة ووصل للمركز الأول. نفس هاي البطولات اللي دخلت فيها، آخر بطولة هي الآيرون مان، كنت أتكلم عن العناد، عن الإصرار، عن التحدي، إيش كثر هاي بتفيدك في حياتك المهنية ويا جلالة الملك، أشغالك اليومية طبعاً، مثل هذا النوع من التدريب اليومي للتحدي والإصرار والعناد، كيف ممكن يأثر فيك مهنياً؟ والله تبين الصدق احتكاكي معاهم هو اللي علمني أصير عنيد ومصر في هالبطولات دي. ترى أولا أنتم في دولة الإمارات، أولا رحبكم في دولتكم مملكة البحرين، ما في شك يعني هذا محلكم، وما في شك أن الحال واحد، العناد والإصرار الصحيح شفناه ترى في قادتنا الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وكل قادة المنطقة. أنتم قدوتنا في النهاية، بس هذين الجماعة اللي قبلنا يو هالديرة ذي بر ما تنبغى وقلبوها والله الحمد عمار وتقدم. فمنه شخص يقعد ويشوف ظهره يقول أنا بحولها إلى 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 تقدم وازدهار ومدينة، فهذا بحد ذاته، هذا بحد ذاته تحدي. الشيخ محمد بن راشد رواني دراسة كلفته كثير أيام يوم كان يبي يبني دبي، وكانت الدراسة عقب التكلفة الكبيرة قالوا له دبي ما تنفع، قالوا لكم القصة. فأنا أعلنها باسم سمو الشيخ محمد بن راشد، عنا هالسالفة هذه القصة حصري عندكم أنتم. سمو الشيخ محمد بن راشد جاب الشركة الاستشارية ذي وقال لهم شو أقدر أسوي في دبي، قالوا له دبي عقب ما كلف هذا المشروع عقب دراسة شهور قالوا له ما تنفع، والدراسة موجودة عنده ومحتفظ فيها، والحمد لله اللي حصل لي الحظ اني اناقش هذا الموضوع. وين تقولي لي عناد وصرار؟ قالوا لا موقع استراتيجي ما تنفع، الجو ما ينفع، في اماكن استراتيجية اخرى كموانئ وغيره افضل وكل شيء.
موارد طبيعية ما فيه ذاك الزود، كل الأمور اللي فيها أكس حطوها أمامه في الدراسة هذه، إلا نحول دبي من أفضل مدن العالم اللي اليوم تعد هي من أكثر المدن تقدم في العالم. هذا تحدي وصلاة جلالة الملك الله طول عمره في برنامجه اللي فعلا طور وبنى البحرين وكمل هذه الأمانة اللي خذاها من جدودنا. وين تقولين تحدي وصرار على الحروب اللي مرت فيها البحرين وعلى التقدم اليوم والأمن والأمان اللي مرينا فيه اليوم الحمد لله. فإحنا نتعلم منهم، أنا وجودي ترى وياهم بشكل يومي هذا حظ أنا أحمد الله عليه كل يوم وأشكره لأني أتعلم منهم هذه المبادئ. ومثل ما قلت لكم الصعوبة في تطبيقها، الواحد كلنا نعرف المبادئ بس صعب تطبقينها على أرض الواقع. إحنا اليوم هذا ذرة من عزمهم وصرارهم الأولين، لأنه هما هذاك الجيل محظوظ شاف الزمن اللي قبل الكهرب وقبل السيارات وكل شيء كان محدود، وشافوا الزمن اليوم. إحنا ما لحقنا نشوف الزمن اللي قبل بس شفنا الدنيا أمامنا متقدمة ومزدهرة، بس واجبنا اليوم إن إحنا نحافظ رغم التحديات الموجودة عندنا ونطور على الموجود. فأكيد ما في شك إن يطور في العمل، يعني يطور في المسؤولية. اليوم أنا لا قلت كلمة لازم ما أتخلى عنها. اليوم مثل ما قلت أنت تبغي المسؤولين اليوم إذا قال كلمة ما يتخلى عنها خلاص إن نهاية الأمر. فالكلمة هي سيف الواحد ما يتخلى عنها، تلزمها في إثبات بالوعود. وإذا ما كان وصل لأن يا أنه إنسان ما يعرف يوصل، يا أن كانت كلمته خيالية ما هي واقعية، أو أنه فشل. وإذا فشل في نهاية الأمر ما معقول أن الإنسان ما يفشل. أنا لو وياكم قبل سنتين بقول لكم يا جماعة ترى فشلت سنتين أحاول ما وصلت، لو سأليني هالسؤال هذا قبل سنتين. الشجاعة والقيادة والحكمة أن الواحد يرفع يده يقول فشلت، بس وين فشلت وليش فشلت، والأهم من هذا كيف أنه يتخطى هذا الفشل ويواصل. فترى صعبة صعبة صعبة، بس إن الواحد لازم يحطها مقاربة وتقارن ظروفه الشخصية، سواء كانت ظروفه في العمل، سواء كانت ظروفه المادية، سواء كانت ظروفه العائلية وإلى آخره. وايد في ظروف الإنسان يمر فيها، ما في إنسان ما عنده ظروف. أنا أتكلم لكم بلغة المواطن اللي الطبيعي، ما في إنسان ما عنده ظروف، ما في إنسان في العالم ما عنده ظروف، وما في إنسان في العالم ما عنده طموح وما يقدر يوصل له. كلنا عندنا هالشيء هذا، بس عاد على شرط أن شلون أنا أتعامل معه. هل أتعامل معه بإيجابية، هل أتعامل معه باندفاع، هل أتعامل معه بسلبية، وشلون أنا أتعامل معه، وشلون على الأقل أقدر أوصل لي فئة معينة من هذا الطموح وأرسم هذا الطموح وخلي عقب الدرب هذا واضح أمامي. فإحنا راسمين الحمد لله خطة الحمد لله ماشيين عليها، وإن شاء الله الوعود إن شاء الله جاية، وإن شاء الله نوعد أكثر ونوصل إن شاء الله ما في شك. أي والله طول عمر أنا أقول مبروك أول شيء للإمارات الحمد لله، لأن قلب الشيخ ناصر ينبض في الإمارات الحمد لله، وهذا من الأشياء اللي إحنا يعني فخورين فيها. طول العمر يعني كل هذه الإنجازات، وأنا كل يوم سواء في تغطيتنا للبطولات في الإمارات وفي دبي وهني كل يوم تعلمنا درس، وأنا أعتبر أن اليوم هذا درس ونحن في الصف الأول الابتدائي اليوم، لأن نسمع هذا الكلام. وفعلا أنا اليوم كإعلامي وأكيد إخواني شاطروني هالرأي أن اليوم التحدي والإصرار والعزيمة اللي موجودة عندك طول العمر يعني هذا شيء إحنا يعني نسعد فيه ونحس أن إحنا فعلا في تحدي. المرحلة الجاية في يعني في الترايثلون وفي بطولة العالم الآن، الوصول إلى الذهب طبعا طعمه أكيد مختلف وما حد بيقول عن طعم الذهب غيرك أنت طويل العمر، فهل بتأخذك من رياضات ثانية؟ هل بتأخذك من رياضة القدرة مثلا؟ هل بتأخذك أخذتك من الشعر، حتى الشعر صار مقل في الشيخ ناصر يعني، فكل هذه الهوايات كيف يعني بيبرمجها في حياته؟ أنا 8 أيام من خلصت هالبطولة هذه. مرات الجماعة هني خاصة الأبطال منهم المشاركين ساعات عقب البطولة يا تقول بس يا تقول بعد تبي راي ناصر بن حمد الفعلي، انا ابي اشارك بكره
أبي أحس مرة ثانية بهالفوز بهالإنجاز، وأبي أدور لقب ثاني حق البحرين أجيبه. بس أنا قلت لك أنا كلمتي عندها واقف، وهذه كلمة تلزمني عند إخواني وخواتي وعند أهلي وعند الملك أولهم، أن أوعدكم أن أعيش حياة طبيعية سنة عاد، يعني ما بمعناته أن ما عندي شغل، بس ألتزم بالشغل، لكن على الأقل أتمرن تمارين شوي أن يعني الواحد يستصح فيها شوي، يرجع طاقته، يرجع وقته حق ربعه وهلا وعيال. فرياضة القدرة هي رياضتي الأولى ما في شك. أمس أنا على المطر ما قدرت، رحت ركبت خيل واستانس. الرياضة في الدم، ما دام إحنا موجودين في الرياضة، موجودين في عالم الرياضة، لابد إني أكون أنا جاهز، ولازم أكون جاهز لأي شيء في أي وقت. الأيرون مان برجع ما برجع هذه لحد الآن والله ما أعرف. أنا عقب السنة يا برجعها متشفق، يا بقول الحين في بحريني إن شاء الله يقدر يؤدي هذا الأداء، والله يوفقه بندعمه بنوديه إن شاء الله إلى هذه المستويات، وإذا ما أثبته بنحول لهم مرة ثانية نرجع البطولة عندنا. هو إنجاز وحصل والله الحمد، أنا قطع هذا كله وراي، ولا راح أمشي وتباهى فيه. أنا راح أمشي وأسأل إذا فاد أحد أو لا، بس هذا السؤال ما راح أقوله شفت صار شفت، هذه كلها راح مثل ما أقول لك هذه الأشياء اللي تدمر الإنسان. الأشياء اللي تبني الإنسان هي أن يأخذ هذه ويخليها جزء للناس ولأطفالنا اللي في مملكة بحرين يتعلمون إن شاء الله المستقبل. وإحنا ماشيين في استراتيجية كبيرة في المدارس المستقبلية، شون أن نغير نمط حياتهم، شون نخلي ثقافتهم أكل المدارس صحي، الرياضة أكثر. الحين بدينا نشيل حصص رياضية للأسف، نبي نرجع. لصارت الناس قوية وصارت نشيطة، زاد العمل زاد الإنتاج في البلد. فإحنا نبي إن شاء الله الكل يكون عنده روح التنافس وروح تقبل الخسارة والفوز، لأن عندنا ناس كثيرين يشردون من الفوز أو الخسارة، يشردون من المواجهة، عنده تردد، ولا خير في التردد هذا، لأنه إذا مسك على أي أعلى مستوى في الدولة وعنده تردد لا يمكن يوصل، لا يمكن يتحدى الواقع. إذا 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 صار مسؤول وهو عنده هذا التردد لا يمكن يروح في الأمام. بس إذا هو كان مسؤول ويتقبل الفوز والخسارة بس مو متهور، هذه أهم نقطة، ما يكون إنسان متهور ويقامر دائما بناسه وشعبه والناس اللي عنده وربعه ويقول توكلنا على الله ويدخلهم في خسائر ويقول لا بفوز 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 يتم كله خسران. لازم يحط له ناس حواليه تعرف شلون تفوز، يحط له ناس حواليه شلون توصل لهذا الهدف. والشخص نفسه ترى وهو شخصيته وكلامه وثقافته بالناس اللي حواليه، كل ما خالط ناس مثقفين، كل ما خالط ناس عالين المستوى، كل ما خالط ناس إيجابيين صار مثلهم. أما اللي يجالس ناس ينزلون من المستوى وما عندهم ثقافة ولا عندهم معلومات لا يمكن يطلع. كل يوم أنا أجلس ويا جماعة معاي كل يوم أستفيد شغلة، لأن الحمد لله أخالط ناس ترى فيه لهم سبب كبير، جزء كبير من اليوم اللي المستوى اللي أنا وصلته من ناحية المفاهيم والمستوى والفهم والاطلاع وإلى آخر من هالأمور. فضروري من الواحد أنه يشوف دائما الأمام. المنافسة ما أقدر أخليها، ما أقدر أخلي المنافسة، لازم نبتدي ندور منافسات والله يستر منها. قلت لك أنا خايف من الأشياء اللي بسويها، بس لازم نبقى في مجال المنافسة، هذه الصحة، هذه تخلي الواحد دائما يمسك هالروح هذه يعني الاندفاعية. الملاكمة بعدها أقول لك عندي تجربة سيئة وياه، ما أتمنى إن شاء الله أنها ترجع. أنا بالنسبة لي قريت وايد كتب عن أسرار النجاح وتطوير الذات، بس أبي أعرف شلون أوصل حق هدفي أو شلون أنجح في حياتي. لكن سموك عطيتني سر واحد في كلمة واحدة تختصر علي وايد كتب، هي الوعد. إحنا دائما نحط روحنا في الكومفورت زون، إنه ما علي إحنا حاولنا وسعينا لكن الله ما كتب، الثاني الثالث بس أهمهم الله ما كتب حق النتيجة اللي أنا أبيها. لكن لما أنا أوعد نفسي وأوعد اللي حولي الناس اللي يهموني إن أنا بوصل حق نتيجة محددة، هاي يخليني في الضغط كبير إن أنا لازم أوصل يا أنا يا هالهدف. فأنا أتمنى اللي سمعناه من سموك ما يقتصر على هاي المجلس بس، أتمنى أن هذه المعلومات اللي عرفناها والأسرار توصل حق أكبر عدد ممكن. وطبعا الخيرة
الخيرة في شبابنا إنه يوصلون هاي الشيء. الوعد هو أهم شيء. أي والله صح. أول شيء أثبت لي في أول مرة أخذ هالمثد هذا في دورة المظليين، يوم أول ما فضلوا باب الطيارة وأنا أول واحد عند الباب، طلت أحد التفت على المدرب قلت شوف أبي وعد منك، تخبر في برايزن أورتون، قلت له أبي وعد منك، قال لي قول، هو إنجليزي وكنت في بريطانيا، شبت خضرة وتأخر ثاني أرفزني برا الطيارة، ما بيتردد قدام الناس اللي وراي يعني عيب. صح صح. فيوم قال لي دان، يوم صارت خضرة أنا يوم قفزت مو ببي أقفز، أنا خايف من رفسته. أيوة الضغط. أي فالوعد يخليك تسوين أشياء. صح. يخوفك من الفشل، يخوفك من كلام اللي أنت وعدتيهم، خاصة الناس إذا أنت تهتمين لهم. فالوعد هذا مهم، مثل ما قلت لك يوم الناس قالوا لا توعد ما نعرف يا ابن الحلال تطيح بكره يصيدك شيء، قلت ما عليه انا اوعد وبنزل هالقصيده هذه وبوعد الملك ووعد الناس كلهم ان بكره انا جاي. ولو تشوفون كل الكلام اللي نزلته قبل كله كان فيه وعد عن بطوله العالم. فكره الموازنه في الاشياء المختلفه في حياتك، فيعني اللي انا يعني انا حللت بصراحه قلت اوكي في مثلا قوه الدفاع، في الرياضه بشكل عام، وفي وزارة الشباب والإيفنتات والأشياء اللي قاعد تصير كلها، هاي الثلاث الأشياء بروحهم كل واحدة يبي لها حياة. مؤسسة الخيرية. مؤسسة الخيرية وايد أشياء. لا هذي كلهم يا حيهم زين. لزمة الملك وأوامر الملك وتنفيذها، هذه أكبر واحدة فيهم كلها. يا سلام. زين الحين الإنسان مثلا خلينا نقول يبي يمر بثلاث مراحل، اللي هي مثلا بيتطور ونفس الوقت يبي يرتاح ونفس الوقت يبي ينجز. أين الحين هاي الأشياء كلهم شلون توازن بينهم طريقة يعني إنك تعطي كل شيء حقه؟ صح. لأن يعني الإنسان اللي يشتغل شغلين يمكن ما يعرف يوازن بينهم، بينما اللي ينحط في كل هالتحديات ويا بعض ولازم ينجز فيهم كلهم ويا بعض وهو تحت الكاميرا وحط وعد مثل ما قالت، فيمكن يوصل مرحلة اللي خلاص ينهار يعني، أو يقول أنا سويت في حياتي يعني. فدائماً عندي اتصال بعرف شلون تنظم وقتك وشلون تحط الأولوية لكل شيء. أنا الحمد لله اللي ألهمت واحد مثلك عمر، يعني أنت بعد غيرك يعني معرف، بس تأكدت يوم شفتك في محل المواعين رافع ذيك الصينية قلت الريال ألهمناه. فعلاً موازنة الوقت أصعب شيء أنا أواجهه، بس حاط أولويات. يعني إذا أنا مثلا في تمرين وطلبني الملك أشطب على التمرين ينتهي الآن وأروح للملك، الآن أنا عندي عمل، العمل أهم ما عندي في قوة الدفاع لأن هذا عملي الأول والأخير، ثم عندنا المتابعة ووزارة الشباب الرياضة ومجلس الأعلى طبعاً واللجنة الأولمبية، عندنا الرجال حاطهم على الأوتو لا إله إلا الله وماشيين ما شاء الله عليهم ويلقطون الكلمة وينفذونها في الحال. أنا مسهلين عملي الجماعة لأن مو بس لأن هشام موجود، أتمنيت كل المسؤولين اللي أشتغل معاهم يكونوا موجودين يسمعون الكلام، لأن أنا أجلس وتجيني فكرة، تجيني أمور، مبادرة، سياسة استراتيجية جديدة نوضحها، أقول يا جماعة تدارس الموضوع خبروني تصير أو لا تصير، توكلوا على الله خلاص. إحنا في القيادة العسكرية نعرف هالشيء، القائد الأعلى يينا يقول احتلوا الموقع الفلاني، ما يقول لي وين تروحون وين تدشون ومتى تروحون بعدين أنا كقائد مسؤول أنادي اللي عنده الجهد الرئيسي اللي بيروح يحتل، أقول له فلان عندي أوامر من القائد ان احنا نمشي من هالمنطقه الى هالمنطقه ومن هالمنطقه الى هالمنطقه عشان تحتل هالمنطقه، يقول لي دن. بس هذا ما اقول له انا من اي باب ومن اي ما ادري وين وما ادري شو، هذا الرجال هو اللي يروح يشرح حق الناس التفاصيل لين ما يوصل شخص شخص، انت بتسوي كذا، انت بتسوي كذا، انت بتسوي كذا، ويبتدي يوصل. فمعناته التسلسل المراجع النيه واحده، احنا في العسكريين دائما نقول نيه القائد، شنو هي نيه القائد؟ نية القائد أنه هو يمشي في هالطريق هذا، خلاص تمشي نية القائد من أول شخص لين آخر شخص تحت، كلهم يعرفون بالضبط كلمة القائد شنو وين يروح. فأنا حاول قاعد أطبق هالقيم هذه العسكرية مرات في تمرير النية
أو تمرير الهدف، الفكرة الاستراتيجية، خلنا نمشي فيها. عندي دكتور مصطفى في المؤسسة الخيرية الملكية، يعني المؤسسة والله الحمد مؤسسة ناجحة بشكل يفوق التصور، من وصولها إلى أماكن المساعدات، ومن إدارتها، ومن اليوم إحنا أكبر شرف لنا اليوم ندير أمور إدارية في مسجد الأزهر، فيعني أو الجامعة الأزهر، فإحنا إيش نبي أزيد من هالأمور هذه؟ معناته إداريا زينين. إحنا في الأي أو سي تم تكريمنا على أفضل إدارة في اللجنة الأولمبية، وأنتم عارفين الشيء. فلازم إن إحنا يكون طموحنا فوق، هدفنا فوق. يعني أنت يا هشام اليوم شنو عندك أنت تسوي لي أكبر شيء في التارجت عندك؟ خلاص اشتغل على التارجت هذا، نوصل له نوصل له. أنت يا فلان، أنت يا فلان، أنت يا فلان، شنو عندك؟ خالد توه داخل في الأمامية بشجعها الحين، ثاني سنة على رأس ننظم بطولة العالم، أسبوع الجاي جايينا بطولة العالم. فإحنا ما نطالع المستوى يعني الواضح، نشوف المستوى الأعلى. فهذه كلها أنا سهلة بالنسبة لي، أعطي الاستراتيجية وأتابعها، وعندي فريق صح يعني. وعندي فريق صحيح يمشي على هذه الاستراتيجية، والله الحمد الله وفقني باختيار الرجال الصحيحين والنساء الصحيحين. بعدين مو معناته أن أنا قاعد حاطري على ريل، الشغل اللي أنا أقوم بشغل اللي يندفع راتبي عليه قوة الدفاع، الشغل اللي أنا أسهر الليل عليه لزمة جلالة الملك وأوامره وتوجيهاته داخل وخارج البلاد، مني هناك وهناك، يعني توجيهات جلالة الملك هذه عاد أكبر تكاليف، هذه أنا أخذها بمحمل الجد، أنا أخذها عندي وأنا بنفسي. مرات أوصل مراحل اللي أنا بنفسي ما في أحد يمين ويسار كاتب، أنا اللي بنفسي بطبع التغرير بوصله إلى جلالة الملك، أو أني حتى مرات أوصله إلى الشخص المعني. فهذه أنا عند جلالة الملك في أمرته وأطبق كل اللي يامره، ومرات نسمع من أوامر نحول هذه الأوامر أو هذه التمنيات إلى أرض واقع. فالتحول عادي لعقب تحت الناس اللي عندي أنا في ضمن إطار مسؤوليتي، ما تكلم لك أنا رايح يعني بشكل أفقي، أنا رايح بشكل إطار المسؤولية اللي عندي، وحاطين لها تايم لاين، ودائما ما نتابع أول بأول. خلاص هذه الكلمة قلناها، ما يمكن أن احنا نرجع، سواء جيناها من هالجهة ولا من هذه الجهة، يعني نحصل عراقيل. ما أقول لك الأمور سهلة، نحصل عراقيل الدنيا كلها، احنا حصلنا عراقيل كبيرة في أمور، خلني أتكلم لك اليوم في أمور اقتصادية على سبيل المثال. أعلنت أنا عن YPO Young President Organization، YPO هذه فيها محصول 6 تريليون دولار مجموع استثمارات، Young President Organization ماخذين البريزيدنت اليونغ اللي هم صغار السن ومجمعينهم في هذه المنظمة. منظمة YPO مشهورة ومعروفة وكبيرة، أفضل وأكثر الناس اللي هم يسمونهم Young Presidents يجون في هذه الأورجنايزيشن ويروحون يجتمعون في الدول ويحاولون يطورون الأفكار ويجيبون. فأنا وعدت من كم شهر أن يصير مقرهم في البحرين، ليش لا؟ وناقشناهم وكلمناهم وحصلنا بعض يعني يصير وما يصير لا وهناك، والله الحمد حصلناهم وموجودين ومقرهم صار في البحرين، راح يعلن إن شاء الله الشهر القادم. بس الكلام وياكم اليوم يخلينا نعلن أشياء حصرية، وقاعدين نعطيكم كلام يعني أمام الجدول، بس الحمد لله توفقنا وجبناه، وقريب إن شاء الله في بداية السنة القادمة عندنا تقريبا حول 200 واحد من هاليونغ بريزيدنتس بيون بيشكرون جلالة الملك سمو ولي العهد على هذه المبادرة. فتكلم لك عن أشياء كبيرة وأشياء تفاصيل، مثل أشياء رياضة الموروث، التاريخ 26 إن شاء الله بيشرفنا جلالة الملك يحضر التجديف وبطولة التجديف والقوس والحداق، وهذه أشغلنا الناس في الطيور وفي الخيل وفي السلق وفي البحر. زين هذه وين أنا بدلي كلها؟ تعرفون آخر شيء قالوا لي الناس ربعي اللي وياك، بقول لك متى كتبت القصيدة وإحنا قاعدين وياك طول اليوم هني؟ قلت زين هم ساعة هم قاعد في الغرفة هناك، متى مداني أروح أسجل وروح أكتبها هني؟ أنت قاعد وياي 24 ساعة، أنا قاعد وياك كم من ساعة في اليوم؟ أيام عندي عادي. زين شلون مداك انت تجهز حق السباق يا اخي تمرن؟ فحتى مرات اقرب الناس وربعي اللي عندي مرات يقولون يا اخي المعلومات دي وين جبتها، ولا هذه من وين سويتها، ولا هذه مثلا الملك مره سالني، الملك الله طول عمره دائما ينورني يعطيني كتب يقول لي اقرا هالكتاب اقرا كذا. فبديت هالايام اقول له والله قريت هالكتاب، وين يمديك تقرا كتاب؟ والله قريت هالكتاب فعلا، لان
كل يوم مع ست ساعات تمل من الايبود، تمل من الشيء، يعني متى عاد يعني ست ساعات ايش دعوه. فطحت انا في هالايام في الاوديو بوك مع الرياضه مع السيكل. اوكي يا قرق وهذر على راسي رايح تبي تسمع على تبطل اذنك شوي وتسمع مرات تمشي، بس المهم هذر هذه ما تسكت. فسبحان الله الواحد حتى لو ما كان مركز ويا السمع تتيه المعلومات لانها مرسوخه في البال. فالاطلاع والقرايه والكتب والاطلاع على الوضع العام واللي حواليك وهذه وايد اشياء. كل الامر كله في تايم مانجمنت عندك، انت تحط التايم مانجمنت لكنه تحط اولويات. انا عندي اولويه، هذه اولويتي، هذه الثانيه. انت بعد ما ذكرت شيء مهم، ما ادري متزوج عندك عيال؟ لا. هذه بعد هذه حكومه ثانيه ذي. فشلون احصل وقت لعيالي واشوفهم يربون ويكبرون واعرف اطباعهم واعرف اللي يحبون واللي ما يحبون؟ ما في أسوأ من الاب اللي يروح ويكون مجهول في البيت، ولا الاب اللي ما يعرف ابنه ولا بنته، ولا ما يعرف اطباع البيت، ولا يعني مو موجود وياهم في الزين او في الشين. فهذه بعد زود. فيعني ترى الاوقات ان الواحد شلون يوفق هذه الاوقات صعبه صعبه صعبه، يعني صعب ان الواحد يعطي 100%. فانا مو قاعد اعطي، احاول قاعد اعطي 100% طول اليوم. بس لو تعرف يومي على مثلا 24 ساعه يمكن انت بعد ما تصدق هالشيء. بس هذه نبذه، يعني ما بعطيك ايام غير طبيعيه شوي اكستريم، بعطيك ايام الافرج متوسط اليوم العادي لي. انا اقوم الفجر كل يوم سواء كانت اجازه او يوم دوام، مسافر او في البحرين، الفجر انا صاحي اتمرن. اول شيء اخلص التمرين ساعه ونص ساعتين، اروح الدوام الحرس الملكي، ادخل مكتب وشغل شغل شغل، يعني ما في حرس ملكي هذه، ما في اهم من هالشغله هذه اليوم في البحرين اعتقد، مثل الحرس الملكي اللي الجهه الوحيده اللي هي تشرف على امن وحمايه وسلامه سيدي حضره عبد الجلال وسمو ولي العهد. فهذه انا ما عندي فيها واحده ثنتين، حرس وشغل وتمارين وتطوير، ثم عندنا العمليات، ثم عندنا متابعة مع اليمن، ثم متابعة ويا الأوضاع وتابعة. هذه بعد تأخذ شق كبير إلين وقت الغداء. أرجع الغداء عندي ساعة ساعة ونص بالكثير ويا العيال وأتغدى وياهم، وأقضي وياهم هالساعة ساعة ونص ماكسيموم ساعتين. العصر مرة ثانية عفسة ثانية ويا التمرين إلى المغرب. من حد الآن أنا ما حصلت وقت لي. المغرب أكون مخلص التمرين، في الليل آخر ساعة ساعة ونص من سبع ونص لثمان ونص اللي يبون يلحقون على آخر شيء قبل لا أقفل اليوم. هذا كله على الركضة كذي يعني، وين توفيق مشهور في الأشياء ذي. والربع يلحقون فهمتين، فدائما عند باب السيارة وأنا ضايع فلا يعني ركضة. الحمد لله. هذه بعد هذه مشكلة ذي، بس أنا الحمد لله المناطق اللي فيها ما مو في وسط مو في الزحمة. فابتسامة تعوذ من إبليس مثل ما قلت لكم، ابتسامة صدق. فسبع لثمان تقريبا آخر الأشغال حق أقفل صفحة اليوم، أحاول وتعشى. تسع ونص بالكثير أنا نايم. مرات أكون عند الملك محضر ساعة تسع في الليل إلى واحدة ثنتين في الليل، بس مو معناته أن الفير ما راح أكون أتمرن ولا عندي نفس السايكل هذا. ومرات يكون عندي التزامات ثانية، حفل ولا شيء. فإذا تخيل أنا قاعد أبتسم في حفل، أنت تعرف أنها حين من اليوم ورايح، تعرف أن الروتيني هذا كله اعتفس، تقول الله يعينه شلون قاعد يبتسم. لكن يعني لكن تعرفون انه دائما في وقت، يعني
نوخذ مني التمرين هني، رايح أنا معزي، رايح أنا زواج فلان، رايح أنا مجلس فلان، رايح أنا أكلم فلان، رايح أزور واحد في المستشفى، رايح. هذه كلها واجب، الأهل لهم واجب، الوالدة لها واجب، البيت لهم واجب يعني. بس يدام المهمة هذه قوية وماخذة هالحيز هذا والوقت كله، أنا حطه في سايكل وحاول قد ما أقدر في اليوم الطبيعي أني أخلص السايكل هذا. بس أيام وايد عندي لا تطلع شوي من الحسبة، لكن أحاول أني أوفق ما بينهم. بس كل هذه الأشياء تصير في يوم واحد صحيح. يعني وين الجماعة يضحكون شو هناك؟ لأن المكتب يسافر معاي، أطير والمكتب معاي يسافر ما يوقف في الشغل. الاتصالات اليوم موجودة، المراسلات اليوم موجودة، الشغل ما يوقف. أنا بالنسبة لي لأن حاولت أخذ أسوي شات داون، طلعت أنا ما أعرف أين، ما أعرف يعني هالأيام هذه المفروض أنا شات داون، ما عرفت. مو متعود، لأن الأجندة كبيرة والمسؤولية كبيرة. لو أنا بطفي الأشياء اللي تخصني، الأشياء اللي تخص الملك مستحيل أقدر أخف. فشغل شغل شغل، بس إنه في نتيجة، في نتيجة الحمد لله. إنه ترى يصير تفوز ترى بطولة عالم، يصير تأدي هالأداء، يصير تسوي كذا، يصير تسوي كذا. ما في عذر يقول لك والله ما في وقت. في ناس يخلص الدوام يقعد في البيت ويطق بالغدا ويرقد ويقوم متنرفز وحالته لله، يقول ما عندي وقت أتمرن. تعرف ساعة في اليوم، ساعة في اليوم يعني نص ساعة في اليوم كم بالمية؟ نص ساعة في اليوم تتمرن، لا ساعة في اليوم 4% تمرن، هذه 4% من يومك راحت في ساعة. فيعني ما في عذر، شو تقول لي عذر؟ في 4% تخصص من يومك حق تمرين ساعة، أبي نص ساعة، 2% أبي من وقتك تمرين، في وقت، في وقت. فلو الواحد يحسبها كذي، في واحد قال، بعطيكم قصة اثنين. واحد قال أنا منظم جدا. الحين لو أقول لكم إياها تقول إيه والله. قال أنا في 24 ساعة أنام 8 ساعات وأشتغل 8 ساعات وثمان ساعات لي. إيش رأيكم في البرنامج؟ سهل. 24 ساعة تنام 8 ساعات، أوه ما ينام بينا 8 ساعات اليوم، وتشتغل 8 ساعات ووقتك الخاص 8 ساعات. واحد يعني من هالدول اللي يعني الله يعينهم قال وانت شو تسوي؟ قال انا اشتغل في الحكومة من الساعة 6 الى الساعة 2. كما شاء الله عليك. وقال من الساعة 2 الى الساعة 6 أو للساعة 8 أنا أشتغل في نادي، ومن الساعة 8 إلى الساعة 6 أنا أشتغل في مطعم. قال متى تنام؟ قال قلت لك أنا من الساعة 6 للساعة 2 الحكومة. فدائما في وقت، دائما ما في وقت. يعني إذا تحسب الثمان ساعات هذه تكتشف أنه والله أنا مخربط، أنا اللي يعني كل مرة أقول أوه ما في وقت ولا ما بلحق ولا هذه، وآخر شيء تكتشف إنه والله في وقت وايد. فتنظيم الوقت وتنظيم الأولويات، يعني أنا مرات ربع ما يصدقون مرات، يعني إذا الملك اتصل أو مثلا قالوا مطلوب الساعة الفلانية كل شيء يوقف خلاص. أنا عندي معناته هذه أولوية الأولى، الأولوية الثانية العمل، الأولوية الثالثة التمرين، ترى ثالث أولوياتي أنا، رابع أولوياتي التمرين، العيال وغيره يعني. ف الحمد لله لحد الآن موفق أنا في تجميع كل هذه، بس ترى مو قاعد أحصل كامل من التمرين. هذا هو يعني التمرين أنا حاطه لأن آخر شيء، فقاعد أقصص منه هني وهناك هني وهناك. الحمد لله على كل حال كذا. صح صح. أنا لو أتفرغ طبعا طبعا. وهم لاعبين المحترفين طبعا. أي نعم الحمد لله، هذاك حياته كلها هذاك تلقاه من يوم هو صغير. فيعني هذه بعد شيء. هل راس الوزير يصنفونك من ضمن؟ لا ما انت تقدر يعني تختار او لا، انت تقدر تقول ابي ادش في فئه محترفين او لا. انا مستحيل ادش في مستحيل ادش، لان هذا اظلم روحي يعني. طويل العمر، اول شيء انا فخور جدا بان انا
أبارك لك شخصيا، يعني ليس لسمو الشيخ ناصر فقط، إنما لبطل العالم في 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 هذه الرياضة الصعبة جدا. يعني أنا أول ما بدأ سمو الشيخ ناصر بالتحدي استغربت، يعني بطولة تعد يعني الأصعب على مستوى العالم، شلون راح يخوض التحدي؟ هذا عنوان إلى الوعد يمكن من هذا المنظور. في نقطة معينة أنت تكلمت عن الوعد وهو السر في الموضوع، وعدك لجلالة الملك في بداية العام بأن هذا العام راح يكون عام الذهب، أيضا سمو الشيخ خالد وعده بأن بطولة بريف راح تكون محطة عالمية لهذه الرياضة. هذه الوعود ما تنطلق بمستوى شخصي مثل بطولة العالم اللي تحققت، إنما تنطلق بناء على وعود رياضيين موجودين. يعني إحنا اليوم أطلقت العنان إلى أن 2022 منتخب البحرين راح يكون متواجد في بطولة كأس العالم. يمكن السنوات اللي راحت، السنوات اللي راحت كنا قريب جدا من التأهل، لكن ما تأهلنا. اليوم واقعا سمو الشيخ ناصر الأمل يمكن كان أقل من السنوات اللي راحت. تفاجأنا بسمو الشيخ ناصر يجي يقول بأن 2022 راح نكون موجودين. هذا هالنوع من التحدي لا يعتمد على الشخصية، هل هناك ثقة في الرياضي البحريني فعلا بأن راح نكون متواجدين في هذه المنافسات؟ منكون متواجدين حتى نكون منافسين إلى منتخب الصين في بطولة آسيا؟ بإذن الله، أنا كلي ثقة في شبابنا وشاباتنا. إحنا نثق في فريقنا اللي عندنا، اللي وثقت فيه سنوات طويلة وأثبت لي مرتين وثلاث وأربع، ليش ما يثبت لي المرة الخامسة والسادسة؟ وإذا أنا كنت على أمام هذا الفريق وياهم وقاعدين ننجز سوا، ليش ما ننجز؟ وإحنا حين اخترنا مهمة شبه مستحيلة لهذا الوعد الثالث، أنا عندي إن هذه هي شبه المستحيلة، بتفرحون إن شاء الله. إن شاء الله. وإذا ما وصلنا 2022، إيش معنى هذا؟ تحقق الإنجاز. لا 2026 إن شاء الله. أي 2026 أسهل سمو الشيخ ناصر باعتبار أن العدد أكبر. أي بس نعم. 2022 العدد لا زال مثل العدد اللي شارك في 2018. صح. يعني 2022 فعلاً تحدي صعب. صح، بس مو بنهاية العالم. صحيح. مو بنهاية العالم. بنلقى ألف حل وحل. صحيح. بس مو معناته أنه يعني ليش ما نوصل؟ إحنا لازم نحط في بالنا، لازم أنام وأقوم من النوم ليلياً أن أنا بروح. إذا حطيت حق روحي خط رجعة برجع من هالخط هذا. أنا ما عندي خط رجعة. 2022 ما رحت عقبة حاسب حسابي، بس أنا اليوم لازم أنام وأقوم، هذا الهدف الثالث اليوم في بالي. صحيح. من اليوم ل 2022. إن شاء الله تحقق. وبتصير إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. كم مرة ميدالية الذهب وعدتوا ما يكسر؟ وايد. أول سنة وعدتك وما يكسر. أي والله وايد. سنة وعدتك. اي والله شهر 6 وعدتك وما بغيت اقول لك روح عاد. لا لا اول مشاركه لي. اي نعم. صرحت في الجريده ان راح اجيب اول انجاز في عام الذهب وهديك اياها. صح. جبت الثاني على البطوله محترفين، جيت المطار ناس وايد مسؤولين ما قصروا. ثاني انجاز بتفايق الذهب، قالوا الناس اللي في المطار والله العظيم. ثالث انجاز جبت الثالث بعد، كانت زوجتي عبد الرحمن عسكر سلطان غانم. صح. رابع اللي رحت اسبانيا جبت الذهب والحمد لله. يعني الناس يمكن تفقد الثقه فيك. صح. بس مثل ما ذكرت طويل العمر وعد 100% 100% سامي 100%. طبعا انت الملهم بي. الحمد لله على كل حال. لا والله انت اللي تعلم منك والله يا سامي، مشكور. طويل العمر اذا تسمح. اي والله تفضل. واحد دقات قلبه ترتفع، صغير في مقتبل العمر، مراهق، كان يسمع ما كان يشوف، كان يسمع الناس تقول ناصر بن حمد الأول بس ما كان يشوف، أحياناً كان يشك يقول يمكن يخلونه يجدم لأنه ولد الملك، يخافون يغلبونه. مرت الأيام 2017، الله كتب أنه يكون متواجد مع بطل، لكن مين هو البطل؟ ركب على دراجة نارية، البطل يقود دراجة هوائية، راح البطل وصل لحلبة البحرين، اللي قاعد يصور على الدراجة ظهره عوره، قال يلا خلني أرجع أنتظره يوصل وهم أصوره هو واصل. وصل لخط النهاية ناصر بن حمد بطل العالم. مرت الأيام،
ناصر بن حمد بطل العالم، بطل البحرين قبل، وحين بطل العالم وكان بطل الشرق الأوسط. هذا الشخص يا طويل العمر قاعد يكلمك حاليا، كان يسمع قبل لكن ما كان يشوف بعينه، لما شاف بعينه تيقن تماما أن هذا الشخص مو شخص طبيعي. ألف مبروك طويل العمر. الله يبارك فيك، وانت ترى معانا موجود في هواي، وشفت الحمد لله التعب و... وانت بعد يعني ما شاء الله عليك كنت فما قصرت بعد، يعني انت راعي عزم وراعي العزوم، هو اللي هم اللي يوصلون، فانت بالعكس تعلم منك طويل، قمت بالدور وقمت بالواجب. واتمنى يعني رحلتك هذه ويانا ذي هي مو فقط للتصوير، هي لك انت ان شاء الله ان اللي حولك يسمعون هالكلام هذا. دائما نتعلم من دروسك طويل العمر باذن الله. باذن الله. يمكن كلنا بدون استثناء كان في قلبنا هذه خلينا نقول زعل شوي على الناس اللي للأسف دائما تطالع يعني الكاس أو المكان الفارغ في الكاس، فكنا يعني نبي يمكن في بعضنا يبي يسمع منك بهذه المشاعر عشان يقدر يوصلها، في شخص يمكن معلومات ناقصة كان يبي يعرفها عشان يقدر يوصلها، بس كلنا كمؤمنين بناصر بن حمد ومن هو ناصر بن حمد وشنو عزم ناصر بن حمد، كنا نزعل شوي من الناس اللي تجيشها اللي ما يحبون الخير للبحرين، وللأسف بعدين يصير أنه يطلع من البحريني كأنه هو من الأساس كان طالع من البحريني، في ما يعني معنا الأساس ما كان من البحريني، كان من برع اللي شكك واللي يقول لا والله مو لأنه ولد شيخ ولا لأنه ما كان في نزاهة ولا هذه مو البحريني اللي يقولها، لكن للأسف يمكن البعض يمشي مع هذه الموجة. فشكرا لأن فعلا كنا نحتاج ذي الشيء، شكرا لأن إحنا ما نبي نتكلم عن اللقب، نبي نتكلم عن الرحلة. الرحلة هي اللي تعلم، الرحلة هي اللي تكبر، الرحلة هي اللي تفتح المدارك. فاليوم أنا إذا بعلم الشباب بعلمهم شلون يمشون في هذه الرحلة، وهذا اللي نبي يقتدون فيك، وهذا اللي إحنا فخورين دائما أن سواء سموكم ولا حتى أكبر قيادات مملكة البحرين دائما عندها القيادة بالنموذج، دائما عندها القيادة بالقدوة، ما عندها أن روحوا يا جماعة، لأن معروف الناس لا تفعل ما تقوله وإنما تفعل ما تفعله. فشكرا كثير، وإذا في رسالة بقولها حق نفسي وحق المؤثرين والإعلاميين والشخصيات المهمة اللي موجودة معانا اليوم، لن ضيع وقتنا وإحنا نرد على المشككين، خلونا إحنا نصنع محتوى يثبت شنو تحتاج هذه الرحلة وشنو سوى سمو الشيخ ناصر، مو لأن ناصر بن حمد، لأنه هو نموذج للبحريني اللي إذا قال أنا بسويها يسويها. غير كذي العقل اللي لم تشغله بالحق أشغلك بالباطل، صح. فإحنا لا نشغل الناس لا والله هو حقق اللقب، واحد يقول لا ما حقق، لا شنو هي الرحلة، شنو البروسس، شنو العملية اللي مر فيها، سواء عملية ذهنية ولا شلون يرفع طاقته ولا شلون يبذل مجهود ويعني الجهد البدني اللي يبذله عشان يوصل حق ذي الشيء. فشكرا وايد، كنا نحتاج هذا الشيء، وأنا متيقنة إن شاء الله كلنا بنقوم في دورنا على أكمل وجه إن إحنا نوصل ذي الرسالة، لأن الهدف من تحقيقك لللقب إنك تخلي البحرينيين يقتدون فيك، فإحنا إذا ما قمنا بذي الشيء كأن إحنا ما ساعدناك توصل الهدف. والله يعطيك ألف عافية. والله هذا حرص أولا منكم، وطيب من هالكلام هذا اللي سمعته منك الحين، هو حرص على البحرين. والله مو على ناصر بن حمد ولا على غيره، احنا اللي نسويه في الخافي اكبر ببعيد من اللي انتم تشوفونه ليل ونهار، ويعلم به الله. لكن اللي الحرص اللي احنا فيه هو البحرين. لا يمكن نشن حرب كبرى، اللي بيشكك في بحريني او بحرينيه او في مملكه البحرين، اللي بيشكك في قدراته وفي انجازها وفي تعب هالبلد هذا اللي يستاهل الخير ابدا ما نرضى. فانتم وجودكم معانا اليوم يقوم بالواجب وازيد، وحضوركم لانكم انتم من خيرة الناس اللي احنا يعني نفخر بها ونفرح بها، ولا شفناكم متقدمون، ولا شفناكم ترسلون هذه الرسائل والتوجيهات والمباشرة والغير مباشرة، تفرحنا كلنا، تعطينا امل. يعني والله بالصدفة التفت عليها بقول عن الأمل وشفت الميكروفون في يدها، هالبطلة اللي هني اللي هي ترى بطلتنا كلنا الموجودين، هي اللي تعطينا الألم الأمل الفعلي
اللي هي تعطينا أن الدنيا ذي هي معركة والواحد لازم يكون في وسطها، واللي بيستسلم تأخذ المعركة ذي، الواحد ما يستسلم. ولا شو تقولين؟ صح كلامك، ما قصرت والله. يشرفني على هالكلام اللي انت قلته لي، والله احنا نتعلم منك. انا جيت هنا عشان ابارك لك شخصيا، ونتشرف كلنا احنا موجودين هنا نسمع هاي القصة الملهمة. رحلتك كانت كلها اصرار وتحدي وكلها امل، انت الامل مو انا الامل. والله عطيتنا الكلام اللي قلته خلتنا كنا نتشجع ان احنا نقدر نوصل رسالتنا باقوى وباصرار وبتحدي. فأنا بس أبي أسمع شعورك عقب ما خلصت الخط النهاية، شنو أول شيء سويته وشنو شعورك وإحساسك بهاي الإنجاز اللي أنت وصلته حق مو بس البحرين، حق الوطن العربي كامل؟ والله شعور ما ينوصف، مثل ما قلت لك لحين مو مستوعبة والله. يعني أنا كنت كله أقول أوه لو أفوز بطولة العالم إيش بسوي، وصلت مرحلة ما أعرف أسوي الحقيقة، يعني ما أعرف شلون أفرح له، ما أعرف شلون أفرح حق بطولة العالم. بس اللي عرفت انه لازم اواصل بالمسيره ذي، خلي اللي صار صار، اللي فات مات، هذا انجاز وتحقق وينحت غصب في تاريخ مملكه البحرين. صح. الحين الخير في القادم، تعلمنا دروس كثيره. صح. تنفعنا في مسيرتنا، تنفعنا في طريقه عملنا، طريقه اسلوبنا، تعطينا ان لو نحط هدف لو كان مستحيل، مستحيل صح. أيوة الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اي أيوة والله اختم. يعني اولا في البدايه انا احب ابارك مملكه البحرين، ابارك الوطن العربي، ابارك لنا. اعتقد ما في شيء يخلوا لي اياه الاخوان والزملاء ان انا اتكلم فيه، بس احنا مستحيل نرضى على مثلنا الاعلى وقدوتنا في الرياضه البحرينيه انهم يشككون في هذه وفي نزاهته وفي تعبه وفي مشوار. اعتقد ان الكل يعرف انه هو مر فيه بصعوبة وخاض فيه تحديات، وأنا يعني خاصة يعني كناصر بن حمد أو أيضا كخالد بن حمد في مشاركاته وتحدياته، وكنت موجود معه قلبا وقالبا وحاضر، وشفت شلون هو حاشك للتحدي، وشفت ناصر بن حمد شلون يشجع التحدي وهو أيضا يخوض التحدي. احنا فخورين صراحة ونتشرف أن يكونوا قدوتنا في الرياضة البحرينية، يعشقون هذه التحديات ويحبون روح العطاء، ويحبون أنهم يبادرون قبل ما يكونون أهما أمرين أو ناهين أو موجهين. أهما في البداية يطبقون على أنفسهم. وأمنياتنا لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح، وإحنا يعني سعيدين بتواجدنا معاكم. مهما قلت أعتقد أن الكلام قليل في حقكم، سواء كناصر بن حمد أو خالد بن حمد. شكرا لكم على ثقتكم للشباب البحريني في كل المجالات في كل العطاءات، ويعطيكم العافية. الله يعافيك وسلم. بس معلومة أخيرة، الإعلام الرياضي متى راح نشوف ناصر بن حمد في الإعلام الرياضي شوي يكون في تطور أكثر؟ والله الإعلام الرياضي مهم، واليوم أصحاب الإعلام والصحافة الرياضية وكلهم، إحنا عندنا الحين اتجاه مختلف تماماً، و اتجاه يعني خاصة في رياضتنا الشعبية ورياضات الصالة اللي هي كرة اليد والطائرة والسلة وكرة القدم الجماهيرية أكثر. احنا الحقيقة في الجهة الإعلامية مقصرين، بس خليني أكون صريح معاك، أنا مب شخص مؤمن في الإعلام، بس في ناس يحط جهده كله في الإعلام زين، ويكبر الشيء من لا شيء وما عنده إنجاز، وحياته كلها بس إعلام وتغريدة و ولا فعل. فأنا يمكن الغلطة يمكن اللي سويتها أني أنا انجرفت أكثر في الميدان وفي الفعل وفي النتائج في الإعلام، وقاعد يروح حقنا إعلاميا، بس لأن بعد الإمكانيات ما تعادل الإمكانيات الأخرى الموجودة اللي هي المنصات الرياضية الإعلامية. فإحنا بالعكس مع وزير الإعلام اليوم قاعدين وحطينا مقترحات كبيرة في الإعلام الرياضي، شون إحنا نقدر نبرزه، شون نقدر إحنا شوي نحرك الناس، نخلي فيه شوي حماس، نخلي فيه أكثر يعني تحليل وغيره. فمهم إن إحنا يعني نوصل هالصورة هذه بالذات في الإعلام. السلام عليكم.
I'm Sophia. I'm from the US, but I've lived majority of my life or half my life in the Emirates. And I'm listening to all of you guys and everything you're saying and how important it is in the Khalij, but I also feel like someone coming from outside of the region, it's really important to see someone like yourself representing not only your country, but just as an individual who's like, you pushed through and you had كان عندك هدف and you foresaw that and you won gold. So I think not only are you an inspiration regionally, but you're also an inspiration globally on an international level. And I feel like people from around the world can look at you and be inspired by what you've done. And I think that's really important for us because we don't always have the best reputation in the world. So I think this is amazing. And the efforts that you continue to produce for the country and for those around you, it's really something to be proud of. So thank you. Alhamdulillah. Thank you. Okay. Well, thank you for your kind words. عناد. لا بعد الحين أرد أقول عناد برد إنجليزي. I mean, it's all about reputation. It's all about to reflect what is our nation up to. Whom are our youth? Whom are our ladies? The woman empowerment in the sport sector. No, not just the sport sector. Bahrain now might even start to talk about men empowerment because we have more women now in the government. We have more women lawyers in Bahrain. We have the woman in Bahrain recorded as an Ironman number and figure, recorded the highest percentage of participants of ladies in the world of the Ironman. Alhamdulillah, we are going in the right direction. We are encouraging youth and even everyone to go out because it's not in our culture, it's not in our tradition to go out, to go outdoors, do sports, do cycling, or you know, our clothes, our food, everything is just different. Everything is just so different than us being out, being sportive, being active, and conducting an active lifestyle. So this is where we want to encourage everyone to take an active lifestyle, hold to our roots, hold to our tradition, hold to our culture, but also save the children, save the families, to be healthy, to be fit. So it started this way, and then I took another path of performance, bringing some medals back home, and then winning, and then getting the world championship. So this took another path, but the real path is empowering our people to have them get a healthy lifestyle. Alhamdulillah, it is working really well, really, really well. Alhamdulillah. May Allah be with you. I think we have reached the end of the trip with you. Allah, you see, this is not a formal meeting or anything. On the contrary, allow us to. يمكن يسمحون للمشاهدين ولا أنتوا إذا إحنا طولنا عليكم أو غيره، بس تعرفون إذا وصل الكلام من قلب للقلب يكون أهم وأكبر وأصدق. يعني ما أحسب الأحساب، ما أسوي لحسبات، ما أقول والله يمكن يعني شنو سياسيا لازم أقول لازم ما أقول. أنا من هالطبع هذا، ما أدري زين أو شين، بس أنا من هالطبع هذا اللي أحب أتكلم في الصراحة راحة. مستحيل ما كانت الصراحة راحة. حتى نتكلم عن صحة يا إخوان. عندنا 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 ناس إن شاء الله ها؟ مناسبة السنة الإجازة. أي إجازة؟ الحمد لله على كل حال.